اهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا اللقاء اليوم المتجدد حلقه جديده معكم معنا حلقه الثلاثاء بها اكثر من فقره لانه دائما عندنا الفقره الثابته فقره السياحه الاسلاميه او البحث في الاثار الاسلاميه على امتداد مصر الحبيبه في حلقه الليله او في الفقره الخاصه بالسياحه في حلقه الليله ان شاء الله نتامل في ملمح مهم في مساجد مصر عن المنابر نتحدث بعض المساجد الاثريه للاسف بدات تتخلى عن منابرها مع مرور الزمن وتطورات الحياه لذلك كان من المهم ان نبحث في هذا الموضوع ونتامل مع حضراتكم في هذه الفقره الخاصه جدا حول طبيعه ودور المنابر على امتداد مساجد مصر المعموره. في تأمل بسيط لهذا الموضوع سنجد أنه المنبر له دور مهم جدا في مساجد مصر بشكل خاص لدرجة أنه بعض الناس أو بعض المهندسين عند عزمه بناء بعض المساجد يقدم تصميما للمنبر حتى قبل ان يبدا في تصميم المسجد او حتى في بناء المسجد. معكم نتحدث عن المساجد التي تتخلى عن منابرها الاسلاميه خاصه في ظل مقترح من قبل قطاع الاثار الاسلاميه والقبطيه في وزاره الاثار لتوثيق وتسجيل المقتنيات الاثريه في المساجد ونقل مجموعه منها حفاظا عليها من السرقه. الفقرة الثانية نفتح معكم واحد أيضا من الملفات المهمة ملف الزراعة في مصر ولكننا سنأخذ زاوية خاصة جدا للحديث في هذا الموضوع في ظل ما أقر في مجلس النواب قبل يومين بشكل نهائي على تعديل بعض أحكام قانون الزراعة بناء على بعض التعديلات التي تقدمت بها الحكومة هذه التعديلات أو هذا المشروع لتعديلات ادخلت على قانون الزراعة لاقى قبولا واسعا من قبل مجلس النواب وأيضا من قبل متابعين كثيرين في وسائل الإعلام المختلفة إلى أن هناك بعض الأراء ربما تحفظت على بعض الأمور متخوفة أنه ربما هذه التعديلات تضر بمصالح الفلاح سنفتح معكم هذا الحديث أيضا بشكل أكثر صراحة في فقرة خاصة جدا في حلقة الليلة نبدا معكم على بركه الله بولا فقراتنا الثابته دائما فقره متابعه آه الاخبار قراءه سريعه لاهم واخر عناوين الاخبار السيسي يضع اكليلا من الزهور على قبر الجندي المجهول السيسي لرئيس اي بي بي العالمية التكنولوجية مهتمون بتحول مصر لمركز إقليمي للطاقة. وزير البترول يعلن ارتفاع إنتاج حقل ظهر. التموين تقارير هيومن رايتس عن نقص السلع في سيناء غير صحيحة. النقد تؤيد إدراج متهم أنصار بيت المقدس على قوائم الشخصيات الإرهابية. إيرادات قناة السويس ترتفع إلى 28.1 مليون دولار. الصحة تعلن خطة تأمين احتفالات تحرير سيناء 2130 سيارة إسعاف. رئيس الوزراء لا استغلال للموارد الطبيعية إلا بترخيص. لقراءه لها مؤخر عناوين الاخبار خاصه الاخبار التي اهتم بمتابعتها الشارع المصري نخرج الان الى فاصل وبعد الفاصل نبدا اولى فقراتنا معكم والحديث في ملف الزراعه في ظل التعديلات التي اقرها مجلس النواب مؤخرا حول قانون الزراعة في مصر كونوا معنا اهلا بكم الى اولى فقراتنا الحريه في حلقه الليله قبل يومين وافق مجلس النواب بشكل نهائي على تعديل بعض احكام قانون الزراعه وذلك بناء على مشروع إن تقدمت به الحكومه من اجل ترشيد استخدام مياه الري وفي ذات الوقت تحقيق الاستغلال الامثل للاراضي الزراعيه هذه التعديلات التي ادخلت على قانون الزراعه قبلت بترحيب واسع على المستويين السياسي والإعلامي باعتبارها خطوة مهمة في طريق حماية الأمن المائي للبلاد لأن ذلك لم يمنع البعض من إبداء تحفظهم عليه مؤكدين أنه يضر بصالح الفلاح ويهدد ملف الزراعة بشكل أو بآخر للحديث بشكل أكثر موضوعية ومتابعة تفصيلات أكثر حول هذا الموضوع ورحب ضيف الكريم الذي نسعد به للحديث في هذا الموضوع دكتور خالد عياد الأستاذ بمركز البحوث الزراعية أهلا بك دكتور أهلا بحضرتك الزهد <applause> آه بداية آه التعديلات ايه أهم ملامحها علشان نعرف إذا كانت هي فعلاً آه صالحة وجيدة أم أنه من الممكن أن تضر بصالح الفلاح كما أشرنا في هذه التقدم أهم ملامح هذه التعديلات. والله التعديلات هو المحاصيل الشرهة للمية زي الرز وهم بيتكلموا على موضوع الرز بالذات إنها م. بتبقى شرهة للمية فعايزين يمنعوه ببعض الأماكن وبعدين بيحطين بعض الغرامات بتوصل بتوصل لغرامات مالية كبيرة جدا غير انها بتعدي السجن يعني ممكن توصل في مرحلة من المراحل للسجن أهو حاطين كده انه ممكن سجن ويوصل مش عارف كم سنة وحاجة زي كده طيب انت يعني انت جاي النهاردة تسجن الفلاح وطبعا في فلاحين كتير آه يعني قالوا خلاص هن آه مش هنزرع لان في اماكن مش هنزرع الرز تحديدا مش هنزرع اي حاجة بس في اماكن ما تزرعش غير فيها الرز ليه بقى لان في اراضي بتبقى مالحه الملوحه دي بتبقى عايزه غمر تغسل الميه. واخد بال حضرتك؟ عايزه كميه ميه بالغمر خصوصا في المحافظات اللي هي في شمال الدلتا بالظبط كده بالظبط كده فطبعا هيزرعوا ايه؟ يعني هتزرع ايه في ارض مالحه مش هتجيب حاجه. طب الحكومه مش فاهمه ده؟ الحكومه فاهمه ديت وبعدين قال خلاص قلل بقى مشاريع الرز ديت وما ما تزرعش. فالفلاح النهارده انت جاي على الفلاح وبعدين بعدت عن اصل المشكله، في اصل المشكله يا استاذ احمد مفيش شفافيه في يعني حتى الناس اللي بتطلع تحلل ما حدش قال لك اصل المشكله ايه النهارده م. لما بيبقى فيه ازمه المفروض ان الازمه دي انا بدير الازمه بطريقه موضوعيه في ازمه الازمه ديت انا النهارده بتتصدر لي ازمه من جهه ما وانا برضو يعني اسمح لي ان انا اقول لك وجهه نظري في هذه الازمه او اسباب الازمه الاساسيه يعني م. فلما بتحصل ازمه ما باجي على بقى ايه على الفلاح الفلاح بيتذمر طب وأنا مالي أنا؟ مال يعني. طب ما في ناس بتهدر ميه، الناس اللي بتغسل العربيات بالميه، الناس القهاوي اللي بترش الشوارع بالميه، جاي تسجنني أنا اللي بعمل منتج بالميه ده بيبقى في صورة غذاء ليك، جاي تسجني؟ م. طب أنا هعمل اشتغل إيه تاني؟ خلاص بقى أنا مش مش هزرع في الأرض وأروح أشتغل أي حاجة تاني. م. أصل المشكلة هي مشكلة سد النهضة. سد النهضة؟ المشكلة دي كلها، سد النهضة وسد النهضة ده اتعمل أنت النهاردة في ناس كتير قوي قالت أه يعني صد النهضه ده لما يتملي الخزان وهناخد مقنن الماء الكلام ده مش مظبوط الكلام ده مش مظبوط الكلام ده هو بيصدر لك مشكله عشان المشكلة دي تعمل انت تحاول تأزم او تكيف نفسك على المشكلة دي وتزنق على الفلاح وتزنق على غيرك وتزنق على غيرك فهتعمل انفجارات في حتت كتير اما قطاع الزراعة لما تحصل عندك أزمة في في بس سامحني هو على امتداد فصول أزمة سد النهضة الدولة في أكثر من مناسبة أكدت أنه لن نسمح بأي ضرر يلحق بالدولة المصرية. والله بص حضرتك ما هو القادة السياسية في حاجات ما تتقالش لانه ممكن يصدر خوف وقلق عند الناس. دايما السياسيين او المسؤول مش من مصلحته انه يقولك يعني مش كل اللي يعرف يقوله لان هيعمل قلق عند الناس ويعمل بلبله عند الناس ولسه في مفاوضات وفي كلام وفي حاجات وفي آه يعني في حروب ممكن تحصل بس انت النهارده ما تقدرش تعمل ده. يعني لا تتخذ قرار حرب ولا تتخذ ده لان في كذا دول كذا دوله هي اللي مساهمه في في المشروع مساهمه بفلوس م. فلو حاربتها كانك بتحارب كل الدول دي داري وخصوصا ان لسه ضررها انت ما يعني ضررها انت شايف منه حاجات بسيطه انما ممكن يجي في لحظه يحصل الضرر ويحصل عمال تزنق مع ناس وتزنق مع ناس فيحصل انفجارات والناس فجاه هت يعني هتعزي ده او تقول نتيجه ده ليه فشل الحكومه مم. ويحصل بقى انفجارات وهو ده المطلوب اثباته انما انا شايف ان الناس لازم تعرف وده وجهه نظر الخاصه يعني انا وجهه نظري الخاصه ان سد النهضه ده اتعمل لان طبعا عندك اثيوبيا ودولة افريقيا لان النهارده لما يكون مثلا دوله زي اسرائيل ولا امريكا ولا الدول دي كلها بتمول في سد النهضه هل هم يعني حابين اثيوبيا او حابين افريقيا او عايزينها تنهض؟ مم. لا هي في الاخر انت يا جماعه انتوا دوله فقيره ودوله اعملوا اسد النهضه والميه اللي عندكم دي لو مصر مثلا او غيرها وغيرها عايزين حصتهم بيعوها والله الميه لو انتوا عايزين حصتكم ثمنها كذا واخد بال حضرتك ايوه بس لا القوانين ولا المعاهدات اللي بتنظم يعني حصص مصر من مياه نهر النيل تسمح بده طب وهي المعاهدات كانت سمحت ببناء سد النهضه هي المعاهدات كانت سمحت بانك انت تسد منبع الميه وتقول ان ده بتاعي لا مش بتاعك لا مش بتاعك مش بتاعك خالص ولا وبعدين بقى لهم سد النهضه ده مش من اربع خمس سنين سد النهضه ده لو تقرا مثلا جمال حمدان ولا تقدر ده بقى له 100 سنه ولا 150 سنه والكلام ده بيتقال بقى له 150 سنه ومذكور في جمال حمدان ومذكور في التاريخ اقروا التاريخ موضوع مشروع ان يزنقوا على الشرق الاوسط مش مش جديد مش اربع خمس سنين انما هم انتهزوا فرصه الثوره والانقلابات فيش استقرار وابتدوا بانوا السد بسرعه ودول كتير مولت وبعدين بتحاربك في كذا اتجاه المقصود من الاتجاهات دي كلها انها تخلق ازمات تخلق تخلق ازمات دوريه في الشعب المصري والشعب مش عارف النهارده لما بيحصل غلل الناس تقول لك غلاء وغلاء وحكومه ومش عارف ايه لما يحصل نقص ميه تزن على الفلاح طيب. فالفلاح يقوم ينفجر طب اسمح لي بس علشان نرتب افكارنا يا دكتور خالد حضرتك دلوقتي بتتعامل مع مشكله ازمه سد النهضه كانه اصبح واقع بفرض نفسه ولا بتتكلم في مجموعه خيارات ممكن تكون امام الدوله المصريه لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، لأن إحنا يعني تربينا حتى في مدارسنا وإحنا أطفال صغيرين إنه النيل شريان الحياة في مصر. فأنت دلوقتي العبث هنا غير مقبول شكلاً وموضوعاً في في في, في المسألة دي. فحضرتك دلوقتي بتتكلم على إنه الدولة المصرية خلاص استسلمت للأمر الواقع وبتتعامل مع الأزمة دي. أنه أمر واقع وعليه أن أنا أعيد ترتيب أوراق الداخلية أزرع رمز أزرعش أزرع بعض المحاصيل أرض تبور يعني بمعنى خلاص أصبح حمر مفروض عليها لا. ولا بتفكر أو بتناقش أنه فكرة لا يزال هناك أمام الدولة المصرية خيارات أخرى كتير جدا وهناك خيارات لم يصرح بها و ولا هيصرح بها وخبر حضرتك وهناك بدائل كثيرة ولكن انا يعني هي المساله ايه المساله بالنسبه لي لا الدوله المصريه بتعمل مفاوضات وبتعمل بدائل بس مش كل ده وصل للناس لازم انت في المسائل الحياتيه دي او المسائل القوميه لازم تكون شفاف قوي او على الاقل حد يطلع يقول وجهه النظر يعني انا مثلا لما انا ناقشت وجهه النظر ديت مع ناس قالوا يا انت فكرك بعيد قوي مش ممكن يجي الناس دي تبيع لك السد قلت لهم يا جماعه طب لما لما يعني الدول اللي, اللي بتمول السد دي ايه مصلحتها ايه مصلحتها اربطوا ده بالشرق الاوسط الجديد طب الدول دي ما كانتش هتقدر تمول الا لما مصر بدات على اتفاقيه المبادئ آه يعني مع آه توقيع مصر على اتفاق المبادئ الثلاثي اعتقد فتح الباب لتمويل السد بشكل رسمي اه بس لا ده في ظل كان موقفك ساعتها ضعيف يعني كان في موقف ضعيف واستغلوا ده واتبنى وانت النهارده توافقت مع مع الموضوع ده لغايه لما بقى امر واقع يعني اتفرض عليك امر الواقع انما ما تعملش ليه من 30 سنه ايام مبارك ما تعملش ليه من, من من ايام جمال عبد الناصر لما كنت انت فعلا قوي ما تعملش ليه لما تعمل السداد بس السداد راح ضربه وقالك لك والله انتوا يا جماعه قلتوا انه ما فيش سد بيتبني وانتوا ليه بتتهموني بضرب السد ما ضربه قبل كده لما قال له انت ازاي تضرب السد قال له هو في سد نهضه بيتبنى. ده على مسؤوليتك بقى اذا كانت يا فندم الحاجات ده وستطر. موجود تاريخ مم. يعني هم قالوا لل... لما اتبنى سد النهضه السادات راح ضربه مم. فلما جت جت امريكا قالت له انت ليه ضربت السد قالت والله انتوا مش قلتوا انه ما فيش سد ازاي نضربه مم. لان هم قالوا ما في سد بيتبني ايام مم. السادات وده وده تاريخ مش انا اللي بقوله تمام واخد بالك سعادتك؟ قالوا ما في النهارده لا في سد وفي بني وفي دول كبيره قوي بتموله منها اسرائيل وامريكا ودول ودول عربيه بتموله واقفه معاه لا ده في سد وقع وهو ده الموضوع وبعدين بقى في تفاوض وسمعنا من قيمه كام يوم ان الوزراء اللي قاعدين مع بعض بعد ما الرؤساء قعدوا مع بعض وجي رئيس السيسي قالك لا ما تخافوش خلاص ما تخافوش خلاص بقى الوزراء بيكملوا وبعد كده طلع لنا وزير قال لك يا جماعه الموضوع المواضيع فشلت وسد النهضه فشل وهنبتدي من نقطه الصفر تاني لا يا جماعه في كوارث اصل الكارثه اصل الكارثه هو سد النهضه بس في بدائل البدائل هو ان انا افكر في البدائل المستحيله ازاي اجعلها ممكنه طب قبل الحديث عن البدائل يعني على خلفيه المفاوضات ومجري من مفاوضات ثم مفاوضات ومفاوضات اثيوبيا لم تتوقف عن بناء السد لا بمعنى انه المفاوضات جاريه والسد كاد ان تنتهي اثيوبيا من بنائه بالزبط. مش برضو؟ وبعدين بتزعم طيب. انها عايزه تبني سد تاني. كمان ده آه. غير سد النهضه؟ ده يا فندم هو ده الواقع مم. انها هبني سد تاني. مم. طب هتبني سد تاني معنى ذلك ان انت هتبيع لي المايه. هتبيع لي المايه انت عايز حصتك؟ بيع لي المايه. ابيع لك المايه بقى بفلوس أو أبيع لك الميه نظير خدمات معينة ويبقى أمر واقع وده مستحيل لأن ساعتها لا تقدر تجيب سلاح تسلح بجيشك ولا تقدر تصرف وأنت دولة يعني تعبانة وخبال حضرتك فما فيش خيار غير أنك خلاص هتحارب بعدين هتحارب أي دولة؟ النهاردة لما تيجي تحارب تحارب أي دولة؟ تحارب كل العالم؟ لا إنما لازم توصل لمرحلة معينة وبعدين في بدائل الرئيس النهاردة حاطط بدائل كتيرة أن أنا يعني ممكن تغنيني عن الموضوع على ده على ذكر البدائل برضو يا دكتور خالد وارجو ان حضرتك تتسع لا <applause> انا معاك للنهايه انا بقول لك وجهه نظري ورؤيتي وقراءتي للموضوع هو ربما انا بس الحديث بياخدنا شويه في المجال السياسه وطبعا تخصص لا, حق... لا كلها اصل الامور كلها مرتبطه مع بعض انا عارف ان هو مده حضرتك تخصص حضرتك في الزراعه في المقام الاول والاخير لكن برضو يعني اذا تحفظت على شيء ومش حابب تتكلم في شيء في السياسه ده حقك يعني ان انت تقول لا مش متكلم في ده الشفافيه اللي حضرتك بتطالب بيها ومن شويه بتقول ان الرئيس السيسي قال ان هو عنده بدايل كثيره للتعامل مع هذا الملف مم. القضيه كده اصبحت قضيه امن قومي طبعا آه. طب ما في قضايا الامن القومي اعتقد انه مساله الشفافيه ربما لا تكون مطلوبه بشكل قوي يعني لازم وزي. يكون في شكل اشكال سريه بشكل او بآخر ولا انا ما عنديش حق في الطرح لا الحقيقة. انت عندك حق مم. بس انا ليا وجهه نظر مم. ايه وجهه نظر حضرتك محق تماما في الموضوع ده مم. ان الشعب النهارده آه في ضبابيه معلوماتيه في الشعب المصري خلينا خلينا متفقين على ده لان في حقائق بتتقال وفي ناس بتكذب الحقائق والاعلام النهارده متضارب وضبابيه معلوماتيه لو ما كانش النهارده كميه من الشعب تتعاطف معاك وتبقى متفاهمة المؤامرات التي تدبر من اجل تدميرك ما حدش هيتعاطف معاك كله أقولك والله ده الفشل ده وغير الاسعار ده مش عارف ايه ده فشل من الحكومه ده فشل من كذا فشل من كذا ويتناسوا تماما مش يتناسوا هيبقى في ضبابيه على اصل الموضوع مم. اصل الموضوع ايه واصل الموضوع مين اللي دبره هل احنا اللي سيبنا سد النهضه هل احنا قادرين النهارده ان احنا نعمل كذا 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 او نخش حرب والحرب دي ببلاش حرب دي دبابات وصواريخ يعني فلوس بتصرف اذا كنت النهارده بتشتكي من الغلاء المعيشه وغلاء السلع بكره ما تلاقيش لو احنا دخلنا حرب حرب مش سهله واتخاذ الحرب مش سهل النهارده بنتكلم في نقطه الزراعه لا يا جماعه انا عايز اشوف اصل الموضوع ايه لإن النهارده إنت في أزمة وأنا كوزير زراعة أو وزير ري بقدر الإمكان عندي لما تقال لي لا النهارده المساحة كذا والمية كذا والمية كذا بزنق على العنصر اللي عندي اللي هو الفلاح. وهذا الفلاح لو انضر مش في زراعة. إحنا عاملين نزنق الفلاح في القطن، نزرع الفلاح في القمح. طيب يبقى كده كده الحكومة بتتعامل مع أمر واقع، أصبح أمر واقع مفروض عليها. يعني الب... 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 البدائل اللي حضرتك بتشير إليها للتعامل مع أزمة سد النهضة ربما آ... يعني غير مطروحه بقوه على الاقل الان الحكومه اصبحت تقلب في اوراقها الداخليه وبدات يعني ترتب او تعيد اولوياتها وده طبيعي مش عايز زرع وكانه خلاص المساله اصبحت لا مش امر واقع. واقع لا يعني زي ما تقول ايه سيف وات كان يعني يعني هو ده اه ده, ده المتاح دلوقتي فاحنا نعمل ده يا جماعه عشان نمشي الامور حضرتك شايف انه ده حل مرحلي حل مؤقت حل مؤقت والفلاح النهارده بيتزمر وتعبان وانا أعمل ايه؟ ما بيكسبش افات وتجار مش عارف مبيدات بيستغلوه وزراعه قطن وزراعه قمح رز ما فيش طب هنا طب عندك مثلا منطقه زي الشرقيه دي فيها فيها في ارض فيه بقى ملحه انا لو ما زرعتش ارض هزرع ايه هزرع ايه هزرع إيه؟, ايه طب انا هشتغل ايه باور بقى الارض ومساحات واسعه جدا وبعدين تيجي تسجني تقول لي تسجني طب لما انت عايز النهارده تسجن الفلاح اللي هو عنصر بيستغل الميه دي حتى لو بيهدر في الميه يعني حتى انت ما اديتنيش بدائل يعني انا بهدر الميه من انت ما بديل ازاي ما هدرش الميه ما مثلا شتله تقول ان ان الارض دي ممكن نرويها بالتنقيط مثلا ما اديتنيش مثلا صنف يقول لي انه بيستهلك كميه قليله ما اديتنيش بدائل من حوالي يومين كان معانا دكتور كمال مغيث في حلقه نقاشيه عن الابتكار او الخروج عن المالوف والحديث قدنا بشكل او باخر ان هو ذكر احد الاساتذه الكرام هنا في مصر ابتكر نوعيه رز بتزرع بمياه البحر ده حقيقي ودكتور كمال مشكورا قال ان هو جاب لنا جاب لنا في احد المراكز البحثيه هو والزملاء جاب لهم لكل واحد 2 كيلو رز حتى هو قال انا طبخته وكلت منه من الرز موجود لكن الدوله ما عندهاش اراده انها انها تزرع عن هذه النوعيه مثلا يعني ده مشروع اشتغل بيه استاذنا الدكتور احمد مستجير عظيم وط اه تمام والطلبه تمام بتوعه في جامعه القاهره مده كبيره وقال لهم يا جماعه انا طلعت صنف من الرز هو ومجموعه مم. هو مجموعه من الاساتذه والطلبه رز يتزرع على ميه البحر بدون تحليه كذلك في القمح اللي يتزرع على ميه البحر بدون تحليه انا مش عارف لغايه وبعدين على فكره بالنسبه للقمح والرز يعني الرز لسه ما فيش شركات تبنته انما بالنسبه للقمح في بعض الشركات عملت ده وتبنته وعملت حقول ارشاديه الرز الشديد. طلع فعلا الناس كارته يعني اه بس على النطاق ده قوي على نطاق ضيق وشركات قطاع خاص هي اللي بتيجي تستورده من بره او مش معمول هنا يعني انا ما اعتقدش ان هو انتجوه هنا لدرجه انه ينتشر وحتى لو انتجوه يعني انا ما اعرفش ايه المشكله في زراعته على نطاق واسع يعني طالما تم تجربته وقدم محصول جيد يعني ايه المشكله في مساحات حتى ممكن تكون مجاوره للبحر بعيد خالص عن الدلتا لا يا فندم هو اللي بيتم كالاتي ان انا النهارده بطلع صنف هذا الصنف مثلا بتتبناه وزاره الزراعه عشان تسجله كتاوي بيتعمل كحقول ارشاديه الحلق الحقل الارشادي بيبقى 300 مثلا فدان نجح في الحقل الارشادي ده الحقل الارشادي دوت بيبقى مثلا انا النهارده لما اعممه لو جاب لي مثلا 100 كيلو يبقى متوقع عندي المزارع يجيب 80 كيلو م. يعني هي 80% او 70% من انتاج الحقول الارشاديه برضو ده كويس اه لان الحقول الارشاديه في اعتناء اكتر انما الفلاح مش هيعمل زي بالاعتناء ده <applause> واخد حضرتك وبعد كده يعمم بقى على ثلاثة فدان يعمد يعمم على مناطق معينه انما لغايه دلوقتي ما تعملش حقول ارشاديه عامه وصلت للناس على زراعه الصنف اللي هو بتاع البحر ده طب الصنف ده المفروض ان هو يتزرع في الدلتا ولا في الصحراء لا مش في الصحراء او يعني مساحات بالقرب من البحر المساحات اللي هو الظهير الصحراوي للساحل للساحل مش آه. طيب كده طيب يبقى انت كده بعيد خالص عن الدلتا ايه ايه المانع انه يتعمل ما انا ما اعرفش انا ما اعرفش بس لاحظ حضرتك برضو ان انت برضو في موقع مسؤوليه ان انت موجود في 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 لا انا لا 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 انا مش مسؤول مش مسؤول انا قصدي انه ممكن يكون حضرتك مطلع شويه عن عن دولاب العمل داخل بالظبط اه بالظبط اه بالظبط ما اعرفش يعني انا انا برضه بستغرب قوي ان احنا ممكن يا جماعه ناس تشتغل بره الصندوق وتبتدي تعمل حقول ارشاديه وتبين للناس يعني ايه المشكله مثلا في ناس بيبقى عندهم 3 4000 فدان وناس رجال اعمال، يا عم م. جرب لنا ده مثلا في 500 فدان في 1000 فدان عندك، طلع انتاج نعمم المشكلة، ايه ال إيه, ايه القضية؟ ايه ايه الأزمة؟ فين؟, فين؟ أنا مش شايف في أزمة، ما هو بص حضرتك ما هي المسألة <applause> آه. إن أنا شايف إن في حلول وحتى حلول سد النهضة بدائل، يعني إحنا تقريبا الدول الوحيدة م. اللي دايما معتمدة على مصادر مائية بره حدودها طب إحنا نحاول نوصل للمتحدث باسم وزارة الزراعة أو حد في وزارة الزراعة لأنه يكون من المفيد إن إحنا نتواصل مع يعني لزملائنا الأعزاء نحاول نتواصل مع حد يكون مسؤول في وزارة الزراعة أو المتحدث أو وزارة الري أو وزارة الري ممكن يكون معني برضو بموضوع ملف زراعة الأرز ده يعني واخد بال حضرتك يعني المسألة إن يكون عندنا حقول إرشادية على مستوى عالي ونبتدي نعممها يتعمل مثلا في الدلتا لو أنتوا عايزين تزرعوا أرز أعالج الملوحة بتاعت الأرض يبقى في عندنا مكانات مثلا هايلة تتعمل على نفقه الحكومه او تتقسط من مزارعين لو كل مزارع عنده مثلا 2 فدان 3 فدان هنقسمها على الـ على الـ في حلول بره الصندوق يعني احنا دايما عايزين نفكر يا جماعه ان احنا نجعل في الوقت الحالي ان لحد احنا لحد نجعل المستحيل ممكن لحد ما نحل ازمه سد النهضه لا ما هو دي دي كلها مرتبطه ببعضها أه. انا اصل هي السياسات الترقيعيه لا تبني دوله أه. ان انا ارقع النهارده مشكله ورقع مشكله تبص تلاقي انفجارات حصلت في كل حته في كل حته بعيد عن الزراعه بس كلها مرتبطه ببعضها هي المساله مش كلها زراعه زراعه ده بيعتمد على انتاج مبيدات بينتج على انتاج اسمده بيعتمد على نقل بيعتمد على اقتصاد دوله اقتصاد فرد وكل ده بيصب في الزراعه واخد كل العناصر دي كلها بتصب عند الفلاح فلو حصل انفجارات اللي هيضر في الاخر فلاح ما مش هيبقى في حاجه تمام لو مفيش ميه خلاص مفيش زراعه لو مفيش نقل مش هيبقى فيه زراعه لو مفيش تاوي مش هيبقى فيه كذا لو حصل في عناصر الانتاج غلي ثمنها الناس هتاكل ايه عمره واحد هيشتري كيلو رز مثلا بشيل فلاني ولا هتعرف تصدر لو مفيش تسويق مش هيبقى فيه كذا فالعناصر كلها حتى العناصر السياسيه بتتداخل في موضوع الزراعه ما هو النهارده قرار مجلس الشعب اللي قالوا يا جماعه لا ان احنا نحبس الناس وعناصر ماليه ده ما ده قرار سياسي مجلس النواب مجلس النواب واخبر ما ده قرار سياسي قرار سياسي ناس رحبت بيه انما الفلاح النهارده قال لك هتسجن طب انا, أنا لعل شرط في المقدمه طبقا لما تابعناها في بعض التقارير آه انه آه هذه التعديلات لاقت قبولا على المستوى السياسي والاعلامي اه بس ما لقتش قبول عند الفلاح ده ده صحيح؟ لا, أه لا, لا 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 بس <تصفيق> <ورد> <تصفيق> يعني <تصفيق> لا ما بسال الفلاحين ما هو انا الترومتري بتاعي مين؟ الفلاح الفلاح مش انا كمان ترموتري بتاع الفلاح انا الفلاح ده هو عنصر الانتاج انت راضي ولا مش راضي ايوه بس الفلاح على امتداد مصر في ممثلين ليه في مجلس النواب يعني من كل قريه او انا بفكر مع حضرتك والله بصوت عالي ما اقصدش ان انا لا لا يعني لا لا لا. انا أنا, انا مبسوط قوي طبعا آه. من النقاش ده وانا بحبه جدا حاجه بتفتح مواضيع ممكن تكون غايبه عني آه. آه. يعني وانا على الهوا ممكن بعد الهواء افتكر حاجات انا كنت عايز اقولها وما قلتهاش احنا بنسعد بوجودك دايما معانا ربنا يكرمك يا استاذ انت اخ عزيز يعني ربنا يبارك المساله ان في نقابات الفلاحين النقابات الكتير جدا نعم. اللي كل واحد بيدعي ان هو ممثل فلاحين مش فلاحين نعم لهمش علاقه مم كلهم نقابات كتير جدا لا تمثل فلاحين لا تمثل الفلاحين ومفيش نقابه واحده واحد يقول لك انا بننزل مع الفلاحين وانا بعمل وعندي مش عارف 3 مليون وعندي 5 مليون عضو فلاح الكلام ده مش حقيقي الناس دي كلها فتحت نقابه فلاحين ومش عارف ايه وايه الا ما رحم ربي يعني انما تعالى ينزل الفلاح المعني يعني التعديلات دي لا تم... لا تمثل الفلاح باي شكل من الاشكال حتى وان اقرها مجلس النواب وحتى إن قرها مجلس النواب <applause> يعني ما انا انا نفسي يبقى ينزلوا للفلاحين ويشوفوا الموضوع ايه ما كتير قوي من ال... يعني مثلا ما كان سرع سعر القمح لما قالوا كذا كذا طب ما اقرها مجلس النواب واقرها كذا وكذا كذا انما لما لما جيت تيجي عند الفلاح واخد بالك عناصر الانتاج ايه خسران خسران فمش كل حاجه بتقرها على الورق بتبقى بتبقى اوكي انما النهارده تعالى شوف مدخلات انتاجك ايه بالورقه والقلم وانا هكسب ايه يعني انت هتكسبني ايه هي دي النقطة ان انا الفلاح ده لازم اكسبه لازم يبقى معيشته كويسة انما عمال اضغط عليه اضغط عليه اضغط عليه من ناس ملهاش علاقة م. بالزراعة بحجة انها جايبة معلومات ورق وورقية انما لا طبعا لا طبعا م. الفلاح شايف انه الفلاح هو الركن الاضعف في المنظومة دي منظومة الزراعة م. وبعدين في الاخر بيبقى في قرارات مفاجأة الفلاح بيتفاجئ بيها مفاجأة الفلاح بيتفاجئ بيها طب بعدين يا جماعة هنعمل ايه ده هنسجن يعني ايه طب انا هزرع انا هزرع ايه؟ ما انا عايز اكل عيالي انا لازم ازرع رز ما انا ازرع ايه غيره؟ وبعدين النهارده متخوف انا هتسجن في غيره يقول لك والله ده ما انا زارع ولا هعمل اروح بقى اعمل اي حاجه وفي فلاحين ما يقدروش يهجروا يعني انا مره سالت فلاح بقول له يا عم انت يعني انت النهارده خسرت في القمح ومش عارف ايه وبتاع انت بعد كده مش قال لك والله هعمل هزرع برضه حتى لو خسرت هزرع برضه هتدين وازرع برضه ايوه بس المره دي فيها سجن المره دي فيها سجن م. في بقى بيعملوا ايه بقى؟ يقول لك كلنا هنزرع هيسجنونا كلنا دي سياسة عامة في الشعب المصري. م. لما تيجي تجتمع بلد فيقول لك يا عم هيجنونا كلنا يسجنونا. استحالة. استحالة، ده واحد النهارده بيجي له صداع يقول لك شايف الدولة الوحشة ده عنده مش عارف كذا، شايف مش عارف تخيل مثلا بلد كلها زرعت، استحالة تسجنها. يعني حضرتك بتتوقع انه ممكن الفلاحين لا يمتثلوا لهذه التعديلات في القانون. طبعًا. طبعًا؟ اه طبعًا. اه طبعًا. مع آه آه تغليظ العقوبات. لو كلهم اه طبعًا، لو كلهم اجتمعوا. انا طبعا مش بحرض اه عشان بس ما حدش يقول لك والله ده خالد عياد طالع يحرض يحرض الفلاحين اه انما حرد. لا طبعا لا طبعا انا لا احرض ولا ده بتتوقع. انما تتوقع طبعا زي ما حصل زي ما حصل في حاجات تانية قيس مثلا زي اللي حصل في اسمرت ناس كانوا عايشين في العشوائيات وما لهمش اي حاجه وتعمل شقق راقيه وبعفشها بتلاجتها مش عارف ايه وطلعوا كلهم واللي اتعمل في المقطم وطلعوا كلهم قالوا لا مش دافعين <applause> طب هيتعامل ايه الحكومه هتقول لك آه هنسجن كله مش دافعين واخد بال حضرتك فهي المساله دايما الناس يقول لك كلنا يا جماعه نجتمع وتلاقي في على فكره ناس من يعني من وضع مسؤوليه بتشجع فيهم ده يعني ناس بتشجع فيهم ده يا جماعه لا اعملوا كذا اعملوا كذا مش انا هي المساله ان في عناد وفي عدم مصداقيه لذلك انا بقول لك الشفافيه مع الناس طيب. هي لازم يتبنوا وجهه نظرك بينضم لينا عبر الهاتف ضيف كريم ولو حضرتك برضه حابب تشاركني التواصل معاه في طرح بعض الافكار يعني شيء مرحب به يعني. دكتور حامد عبد الدايم المتحدث طبعا. الرسمي باسم وزاره الزراعه اهلا بك دكتور حامد اهلا وسهلا بحضرتك وشكرا جزيلا لانضمام حضرتك لينا في هذا النقاش يا فندم التعديلات التي ادخلت يا على قانون الزراعه هل تم الاستماع فيها لصوت الفلاح هل تم تواصل مع الفلاحين قبل اقرار هذه التعديلات او تمريرها واكيد حضرتك تعلم انه طبعا لم يتم تقرير هذه التعديلات الا بعد عرضها على مجلس النواب نعم طبعا لما نتكلم على مجلس النواب يبقى لجنه الزراعه والري وهم اعتقد بيمثلوا الفلاحين وطبعا عدد كبير من اعضاء المجلس بيمثلوا ايضا الفلاحين في محافظاتهم المختلفه فده وضع طبيعي نعم الو معاك آه يا دكتور اتفضل ايوه يا فندم ف ثم ان التعديلات التي حدثت هي في مصلحه الفلاح بالدرجه الاولى يعني في مصلحة الفلاح إزاي وحضرتك هتحرمه إن هو يزرع محصول يعني بيمثل بالنسبة له أحد مصادر الدخل المهمة بالنسبة إحنا له. ما بنحرموش يا فندم لكن إحنا بنحدد المساحات التي يتم زراعتها من المحاصيل المختلفة سواء كانت المحاصيل الشرهة لاستخدام المية أو المحاصيل الأخرى وتوزيعها على المحافظات المختلفة علشان يكون في عدالة في التوزيع. م. بس هو ده كل الموضوع يعني لكن انا ما بحرمش المزارع لكن احنا بنتكلم على الصالح العام بنتكلم على سياسه زراعيه أه تتواكب مع السياسه العامه للدوله الحكومه مضطره لادخال هذه التعديلات يا دكتور حامد طبعا يا فندم لان احنا بنتكلم لو حضرتك يعني شفت التعديلات التعديلات ديت تتواكب مع السياسه العامه للدوله علشان احنا مش عاوزين المزارع بعد كده لما يزرع اي محصول يشتكي من عدم تسويقه لكن عندما يكون هناك زراعه تتناسب او تتواكب مع السياسه العامه للدوله اكيد هيكون فيه آآ آآ يعني الزام من الحكومه بشراء هذه المحاصيل من الفلاح طبقا لهذه السياسه. المشكله هنا مشكله تسويق ولا مشكله ميه؟ يا فندم الاثنين بس احنا بالدرجه الاولى بنتكلم على الميه ويتبعها طبعا التسويق م. لان احنا احنا طبعا في مرحله الشح المائي عندنا شح مائي وعندنا فقر مائي. حاليا دلوقتي اللي المشكله بنقنن هو لو حضرتك يعني قريت التعديلات هي ليها علاقه بالمحاصيل الشرهه استخدام المياه وايضا توزيع زراعه المحاصيل على المحافظات المختلفه. م. مشكله المية مرتبطه بمساله سد النهضه او موضوع سد النهضه؟ لا 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 على الاطلاق خالص ولا لينا علاقه بسد النهضه ولا اتكلمنا في سد النهضه على الاطلاق. احنا 70% ده منين دكتور حامد؟ <applause> نعم <فهم. مع> يا <applause> أمال <مع> الشح المائي ده جه الدكتور خالد عياد الأستاذ مركز البحوث الزراعية دكتور حامد. أستاذنا الدكتور حامد يعني. أهلا يا دكتور خالد. أهلا بيه. الشح المائي جه منين طيب لما هو ملوش علاقة بسد النهضة؟ مفيش يا فندم هو هو سد النهضة آه بدأوا يملوا فيها يا دكتور خالد مع حضرتك متابع وعارف كل حاجة. أنا عارف أه بس طب يعني إحنا عمرنا ما إحنا عمرنا ما اشتكينا من الشح المائي غير بعد يا فندم حضرتك عارف إن في تغيرات مناخية وانت محتاج كل نقطة مية عشان عندك توسع في الأراضي المستصلحة حديثا عندك زيادة سكانية بتزيد كل عام دي محتاجة برضو مياه للشرب وعندك محتاج مياه, مياه للزراعة ولكل الأنشطة المختلفة لأن انت حصة مصر وحاجة تعلم محدودة وثابتة منذ منذ وخمسين فالمشكلة انه حصة مصر ثابتة وفي زيادة في عدد السكان مستمر بنزيد كل سنه م. من 2 ل 2.5 مليون نسمه بالاضافه ان احنا طبعا بنستصلح اراضي جديده محتاجين كل نقطه ميه. لكن حصه مصر يا دكتور هذا العام لم تتاثر. حصه مصر يا فندم ما مز... زالت كما هي اللي هي 55.5 مليار متر مكعب في السنه. م. واحنا مع تعداد السكان الرهيب اصبح دلوقتي يعني حصه المواطن من هذه الحصه نصيبه خمس... 555 متر مكعب م. في العام. وده تحت خط الفقر المائي الفقر المائي ألف متر مكعب نصيب الفرد في العام نعم فيعني إحنا وصلنا لتحت خط الفقر المائي ملف سد النهضة وتدعياته ده مدرج برضو على جندة وزارة الزراعة والبحث فيه يا دي ملف, ملف سد النهضة الكريم دكتور مجلس خالد. الوزراء نعم كامل طبعا بما فيها وزارة الموارد المائية والري ووزارة الخارجية وكل مجلس الوزراء معذرة معلش تاني يا دكتور حضرتك بتؤكد عليه تاني معلش حضرتك بتكلمني على ملف سد النهضه آه انا بقول انه يعني وزاره هزق. الزراعه برضو في اجندتها او دراستها للسنوات القادمه عامله حساب تاثر مصر بشكل او باخر آه ما هو احنا احنا يا فندم شغالين احنا شغالين في هذا الملف آه آه الخاص باستنباط اصناف جديده آه تتحمل الجفاف وتكون يعني شحيحه في استخدام الميه ده احنا مهمتنا بالدرجه الاولى في مركز البحوث الزراعيه عندنا طرق زراعيه جديده زي زراعه القمح على مصاطب ايضا لتوفير الميه استنباط اصناف جديده تتحمل الجفاف وتتحمل العطش وعلى سبيل المثال اصناف في الارز انتاجيتها عاليه ومده بقاها في الارض حوالي 120 يوم بدل من 150 يوم ويعني احنا شغالين في هذا الاتجاه الاصناف الجديده ده ده ملف مستقل سواء يعني استمرت الامور كما هي عليه والامور اصبحت أو جيده أو لا يا فندم لا احنا أو ما مصر احنا مصر تاثرت او لم تتاثر مساله ب... البحث في اصناف جديده دي ملهاش صله لا يا فندم بملف المياه. الاصناف الجديده دي مستمره واحنا مستمرين فيها في استنباط اصناف جديده على فكره في جميع المحاصيل تتواكب مع الظروف البيئيه المعاكسه تمام. ده دورنا في مركز البحوث الزراعيه وحضرتك تعلم ان حصل تغير في الطقس على مستوى العالم كله يعني طيب على ذكر الاصناف الجديده دكتور حامد كنا بنتكلم من شويه على صنف الرز اللي ابتكروه او انتجه دكتور احمد مستجير مع فريق بحث معه يعني ايه المشكله في انه يتم زراعه النوع ده من الرز على مساحات مساحات هو واسعه بس إيه؟ هو احنا اتكلمنا في الموضوع دوت ودايما كل موسم زراعه الرز يتم اثاره هذا الموضوع واحنا عرضنا عليه يجي ويقابلنا وبحيث ان احنا نسجل هذا الصنف مات. ونختبره لكن للاسف الشديد لا يتواصل معنا دكتور احمد مات دكتور احمد مات يا انت بتتكلم على مين دكتور احمد مستجير توفاه الله اه 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 لا يا فندم انا افتكرتك اصل في يعني زميل في احدى الجامعات كان بيتكلم على صنف هو يعني مستنبطه وبيطلب باكساره او نشره وبيقول ان هو بيتحمل الجفاف. طيب الصنف اللي ابتكره يرحمه الله دكتور احمد مستجير، احنا كان معانا ضيف من يومين قال ان هو كل من الرز ده بمعنى ان هو موجود او السلاله ما احنا ما احنا عندنا على فكره احنا عندنا مركز عالمي للرز على مستوى العالم، احنا على فكره بنعتبر يعني لينا مرتبة على مستوى العالم في إنتاج الرز على فكرة إنتاج الرز عندنا بيعتبر يعني رقم واحد بالنسبة للعالم عندنا مركز عالمي في كفر الشيخ يا فندم بيجي من كل الدول العربية بيجوا يتدربوا عندنا في هذا المركز احنا عندنا علماء في هذا المجال المركز معني باستنباط سلالات جديده حضرتك اه وصلها. طبعا يا فندم اه طبعا طب افهم من كلام حضرتك انه في عندكم سلالات سواء اللي وصل لها دكتور احمد مستجير عندنا او غيره أصناف. عندنا اصناف جديده يا فندم تم استنباطها دي, دي ممكن تم يتم زراعتها يتم زراعتها على مياه البحر يا دكتور حامد بالفعل هي هي بتتحمل الملوحه ولكن احنا بالدرجه الاولى بنقول ان هي بتتحمل العطش م. وتتحمل طبع. الجفاف طبع. حضرتك عارف ان ارض الرز لازم تبقى رطبه بصفه مستمره والميه موجوده م. فيها لكن هذه الاصناف بتتحمل الجفاف السؤال اس... على ان انتاجيتها عاليه السؤال اللي دايما بيدور في اذهان الناس لما بيسمعوا الكلام ده دكتور حامد ليه الدوله ما بتزرعش الاصناف دي طالما هي موجوده ما هي فندم الاصناف حضرتك تعلم انه الصنف الجديد بيحتاج لاكسار علشان يتم نشره ويبقى فيه تقاوي تسمح بزراعه كل المساحات اللازمه من هذا الصنف أصناف دي ما زالت يعني لسه مستنبطة حديثا وما حصلهاش إكثار لكن في مساحات انزرعت منها والمزارعين جربوها بالفعل بعض المحافظات لكن الإكثار مستمر بمياه البحر فقط يبقى في تقاوي, آه. بي... تقاوي تسمح بزراعة المساحة كلها. اتزرعت بمياه البحر فقط بعيد عن مية النيل. لا لا ما لا ما فيش ما اعتقدش انه في اصناف يتم زراعتها بمياه البحر فقط الكلام ده اعتقد صعب جدا طب تحملني بس انا بلاح على حضرتك في النقطه دي عشان انا داخل بس دلوقتي. دلوقتي على فكره انا داخل القناه الاولى دلوقتي طيب هاخد من حضرتك وقت حضرتك كمان دقيقه كمان ممكن او دقيقتين ممكن اتفضل بس سريعا طيب الصنف اللي انا بقول لحضرتك عليه اللي ابتكره دكتور احمد مستجير المفروض ان هو بيزرع على مياه البحر انا بصراحه ما عنديش فكره عن هذا الصنف لكن طيب. ممكن نبقى نسال الزملاء في طيب. المركز عوده عوده للتعديلات طيب. سريعا دكتور العقوبه م. تصل الى حد الحبس م. ده صحيحه يا دكتور ما يا فندم احنا دايما دايما الاعلام مركز على الحبس على الحبس لكن هو في حبس وفي غرامه م. والعقوبه احدى العقوبتين اما حبس او غرامه او غرامه او كلا العقوبتين احنا ضد حبس اي فلاح لأي سبب من الاسباب على فكره م. واحنا يعني احنا ليه بنركز على الحبس وليه بنركز على العقوبه ما نركز على ان الفلاح او المواطن بصفه عما يتبع التعليمات وينفذ القانون ربما دكتور خالد هنا توقع انه الفلاحين لن يمتثلوا لهذه التعديلات وعال وعال وده يبقى شيء جيد يا دكتور خالد ان الفلاحين لا لن طبعا غلط لا حلو. غلط انا انا اديت مثل لحي الاسمرات وخبر حضرتك ان دايما الشعور الجماعي بيبقى ضد القانون انا اخشى ان ده يحصل وحد يعني يقول للفلاحين يعملوا ده لان ده لا يعني يا فندم من ساعه الثوره واحنا بنشوف ناس بتكسر القوانين يا فندم انما ده طبعا فيه. غلط بس احنا دورنا ان احنا نوعي الناس والاعلام دوره برضو ان هو يشتغل في هذا الاتجاه طيب مش نوع. عاوزين نركز على الحبس 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 لكن نركز على ان الفلاح يلتزم وكل المواطنين يلتزموا بصرف النظر عن الفلاح او غيره عشان احنا لازم نلتزم بالقانون يا جماعه. عظيم طب نقطه اخيره يا دكتور عشان يعني نترك حضرتك لمتابعتك الاعلاميه الثانيه مساله ارتفاع نسبه الملوحه في الدلتا مع تطبيق هذه التعديلات يا دكتور. هل م. هل ده حضرتك برضو يعني التفتت ليه يا فندم لي؟ احنا عندنا يعني محاصيل اخرى تتحمل نسبه الملوحه بدرجه معينه، احنا ليه مصرين ان احنا على زراعه الرز؟ احنا ليه مصرين على زراعه الرز؟, على زراعة الرز. تمام انا بشكرك شكرا ما هناك بدائل يا جماعه هناك بدائل انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على اقتطاع هذا الوقت من وقت حضرتك يا دكتور واشكرك مره ثانيه يا دكتور حامد عبد الدايم المتحدث الرسمي باسم وزاره الزراعه شكرا جزيلا لك اعتقد هو كده يعني نسب فكره انه هذه التعديلات جاءت بسبب ازمه سد النهضه او ملف المياه وارجحها لتغيرات مناخيه وارتفاع عدد سكان مصر طب اساسا حضرتك نخرج الفاصل ونعقب أوكي. انا وحضرتك لاحقا فاصل مشاهدينا ونعود اليكم ارجو ان تبقوا معنا اهلا بكم مجددا في هذا الملف الغايه في الاهميه اعود اليك مره ثانيه يا دكتور خالد انا هعيد طرح بعض الافكار اللي اثارها دكتور حامد ليس من باب التعقيب على حديث الرجل لانه خلاص هو تركنا يعني بس من باب توضيح الفكره اكثر واكثر لانه ارجع هذه التعديلات او بدايه أن قال انه تعديلات تم الاستماع فيها لصوت الفلاح لعل حضرتك سمعت ليه في المساله دي فهي وكان لسان حاله الضمني بيقول انها جاءت مواكبه لما يتطلبه الفلاح او الفلاح موافق على ده طب هو الفلاح هيوافق ان انا اقول له ما تزرعش محصول م. انت تعودت عليه واقول له مثلا اصل هي درجات الملوحه يا فندم بتفرق يعني القوطه درجه ملوحه البي بي ام ليها درجه ملوحه متوسطه استحمال الملوحه ليها درجات الرز ليه كذا الارض الميه يعني هي درجات م. وكل فلاح متخصص في زراعات معينه ما يعرفش يزرع غيرها يعني ما فيش مساله ان انا احط بذره واحصد انا متعود في الارض دي ان انا ازرع صنف او صنفين او ثلاثه فاجي النهارده اقول له لا ما تزرعش في الاما في المكان ده وازرع في مكان تاني وحاجه بس, بس بسيطه طب دي بتضره لل... للامانة هو قال وبعدين على فكره مم. ال... الرز مش تسويق الرز تسويق مباشر قبل التسويق قال ان احنا ما منعناش لكن احنا قنننا او رتبنا الاماكن اللي تم زراعه فيها الارز اه هما... ده جميل يعني ده ده شيء جميل ان هيتزرع هنا وزرع بس انت برضو في مناطق من المناطق دي وكميتها كبيره جدا هتتبور او مش هيبقى فيه زراعات او ممكن يكسروا القانون لو في كميه كبيره الناس دي خايفه من الغرامات وخايفه من السجن وخصوصا انهم ما بيكسبوش ودول مش 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 قليلين وحضرتك قلت ان ده محصول اساسي بالنسبه للفلاح طبعا محصول اساسي وما يعني الفلاح يا جماعه مش اي حاجه يزرعها الفلاح في واحد يقول لك انا بزرع اوطه انا بزرع بطاطس طيب انا وتخ... بزرع كذا يعني تخصص في بعض الزراعات تخصص في بعض الزراعات فجأة مم. وبعدين معروفه ان الشرقيه دي بتاعت رز معروفه ان مش عارف البحيره دي بتاعت يعني ايه كنت متخيل كفر الشيخ رقم واحد مثلا مش كده برضو في بالظبط بالظبط حاجات كتير انا ما عنديش حصر بيها بس في حاجات كتير جدا واخد حضرتك فتيجي النهارده تقول له لا المكان ده ما تزرعوش لانه في ميه بتستهلك ميه بالغمر تستهلك ميه بكذا فما تزرعش وفجاه طب انا ابتدي امتى؟ طب هزرع ايه؟ وعبال ما يفكر يزرع ايه وانت ما الحلول طب ما هيخسر ولو خاف من الغرامه ما تخرب بيته امم مين يعوضه هي هي دي هي دي النقطه اللي انا بقول عليها وبعدين لما ييجي يقول لك طب انا مثلا لو واحد قال لك يا جماعه انا هزرع بقى واللي يحصل يحصل وجي الراجل ده دفعوه غرامه واتحبس لسان حاله او لسان حال الاعلام او لسان حال اللي هيدافع عن هذا الفلاح لان هتلاقي ابواق كتيره جدا جدا متعاطفه مع هذا الفلاح ولهم الحقيه هيقولوا الله اشمعنى بتطبقوا الراجل ده وحش كسر القانون طب ما في ناس كل يوم بتكسر قانون الناس بتوع غسيل العربيات والناس بتوع كذا والناس بتوع كذا مش هيشعر بعداله اجتماعيه وفي الاخر يقول له يا اخي احنا كوزاره او ككذا بنطبق القانون انا <applause> جايين تطبقوا عليا انا اللي بعمل منتج وجايبين يقول لك ما الناس دعوه بالحاجات التانية وزاره الداخليه تعملها فبيشعر بعدم الانتماء وبيشعر بعدم العداله وهي دي النقطه وبعدين انا بقول لحضرتك لما اتكلمت عن صد النهضه ما كلمتش ان هو دلوقتي اثر النهارده ومفيش تاثير النهارده <applause> ورغم ان في تاثير يعني تاثير جاي برضه بنسبه. وخبر حضرتك؟ لذلك بناء على التاثير ده ابتدوا يحطوا التشريعات م. لان الناس دي مش هتقعد تعمل تشريعات من فراغ م. الا انها متحسبه لكارثه هتحصل او بدايه كارثه حصلت. م. الناس مش هتقعد في مجلس الشعب وتقول كذا 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 غير بناء عن اوراق وتقارير وصلت لهم. بس الدكتور دكتور حامد ارجع هذه التعديلات او هذه الخطوه للتغيرات المناخيه وارتفاع تعداد سكان مصر. بص حضرتك الدكتور مم. حامد استاذ واخ كبير واستاذي مم. وهو راجل سياسي وهو بيتكلم من منطلق منصب سياسي مم. وله الاحقيه في كل بيقول كل حاجة. كلمه بتقال بتحسب انت حضرتك بتتحدث بشكل اكاديمي أفهم. انا بتكلم بقى بشكل اكاديمي وشكل مم. عام انما احتمال لو انا في الموقف السياسي بتاعته مم. هتحسب لكلامه لان مش كل اللي تعرفه تقوله في حاجات ممكن تقولها تصير بلبله وتصير قلق فهو له كل العذر انه راجل متحدث اعلامي وغير مصرح ان يقول اي حاجه مش مصرح له ان يقولها او تثير موضوع انما انا بتكلم من وجهه نظري انا شايف انه سد النهضه بيتعمل وخبر حضرتك وهيتعمل سد تاني عشان يتبع لنا الميه لا تبيعوا لا تشتروا حصتكم في الميه لا تجيبوا لي كذا 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 وده يضعف الدوله وده هيفجر ازمات مش ازمه واحده عند الفلاح ازمات كتيره أزمة الزراعة لو اتفجرت في حتت معينة هيتبعها أزمات كتيرة عند الشعب ما تعرفش مداها إيه. ما تعرفش مداها إيه وساعتها ما حدش هيتعاطف معاك. أيوه لأن الزراعة مرتبطة ب. كتيرة مرتبطة بصناعة مرتبطة بشعب مرتبطة بغذاء النهاردة النهارده الناس مش مستحملة خليك معايا بس يا أستاذ أحمد م. وتخيل الموضوع من وجهة نظري. م. يعني تخيل الموضوع النهاردة لما يبقى دول زي إسرائيل وأمريكا وفرنسا ودول عربية بتمول السهد ليه؟ حابين أثيوبيا؟ ولا الناس دي يعني عايزه تنشر الاسلام؟ ولا الناس دي في دماغها ايه؟ مم. اربطها كده بتقسيم الشرق الاوسط الكبير اربطها كده بالحروب اللي حواليك اربطها ب... ب... بمحاولات تقسيم مصر واثاره الفتن فيها، اربط ده كله هتلاقي لا ده هو ده الشق اللي انا هعجزك بيه واكسر عمودك الفقري فيه. مم. لذلك بقول لك تفكيرنا او تفكير او احتمال يكون التفكير ده وارد عندهم مم. بس ما حدش استقاله. او زي مثلا الدكتور حامد في موقف السياسه ما قدرش يقولها ولا الرئيس يطلع, يطلع يقولها هيعمل قلق عند الناس هيعمل قلق ومتفهمش الناس ردود افعالها تبقى شكلها ايه انما انا بقول يا جماعه لازم يكون في بدائل م. نجعل من المستحيل ممكن ازاي اوصل ميه البحر دي واحليها وتبقى المصادر المائيه عندي في حدودي ما تبقاش معتمده على حدود بره، ان انا منتظر المايه تجي لي من حته تانية م. انما انا عايز المايه تجي لي عندي انا ب... انا دوله مش صغيره، انا دوله بين بحرين. واخد بال حضرتك؟ طيب. و... وعندي انهار ممكن اوصلها، صحيح انهار دي زي نهر الكونغو دي آه يعني صعب جدا ما هو قيل... قيل ان المشروع ده لو حصل إحنا مش هنحتاج خالص النيل الأزرق ولا ولا هنحتاج حاجة وأنظف يا فندم بس بيقولوا في صعوبة لتطبيقه ما هو بص حضرتك أه المواضيع أه البدائل أه أنا استضفت مرة المهندس أه اللي هو صاحب الفكرة أو صاحب المشروع في أكثر من مرة وأكد إنه الفكرة قابلة للتطبيق أه لا هي مش سهلة أه؟ لأن أنا حضرت مؤتمر في جامعة القاهرة كان في زراعة القاهرة وناقشت الناس قالوا يا جماعة حتى نهر الكونغو ده حوالي مش عارف 6000 كيلو صخر أو 600 كيلو مش عارف الرقم بالظبط فالموضوع صعب جدا أنا بقول البدائل ليست سهلة ولكن لازم نفكر في أن نجعل المستحيل ممكن م. أنا لو جعلت المستحيل ممكن وابتديت من النهارده في تحلية الميه طب ما في دول أمريكا و... والسعودية ببي... بيحلوا المياه وبيشربوا منها طب ده, ده لازم... قائم في دول, في دول كتير طب ده مش مكلفة يا دكتور ما هو مكلفة أكتر لو أنت شفت بقى الحرب وشفت اللي, اللي هيحصل لك في الدولة وشفت التوابع دي كلها هتلاقي مش مكلفة م. خالص بس هي المشكله انك انت النهارده منافذ مصاريفك كتير مصاريف تسليح جيش مصاريف الرهاب مصاريف بناء وتعمير سينا سد مش مصاريفك كتير م. فمحتاجه دول عربيه قويه تغذي بالفلوس لامانه هي يعني هي لما لما تمدك بالفلوس الفلوس وتمدك في المشروع ده ده لامانه هي وهي تعلم ذلك افرض إيه ما اقتنعوش اصل ما حك جلدك مثل ظفرك كما يقول لا يا فندم الناس دي يعني الناس يعني لما تساعدنا مش هتساعدنا اللي سواد عيوننا. لان هما عارفين ان مصر لو انهارت العالم دي مش هيبقى ليها مكان خالص. طيب. ما فيش دوله عربيه هيبقى على وجه الارض لها مكان. فهم يعلموا جيدا ان انهيار الدوله المصريه هي انهيار للشرق الاوسط تماما. وشوف بقى 100 200 سنه لما يجي يتبني تاني. م. فمصر دوله مش سهله. طيب يعني ملف تحلية, تحليه مياه البحر شايف حضرتك انه اعتمادنا الاساسي لابد على تمويلات عربيه. ما تقدرش الدوله تقوم به منفرده انا شايف لا انا شايف انه صعب, صعب يعني إن آه انا شايف انه صعب جدا على الدوله وخصوصا ان منافذ مصارفها كتير مم؟ اقتصاد مصر مش لا ده احنا لسه بنبني دوله يا وبت... جماعه التحليل نفسه أنا... مكلفه يا دكتور مش كده طبعا عشان لا ما انت مش تحليل نفسه مكلفه انك توصل المياه دي كلها وتستبدل المواسير القديمه بمواسير جديده مم؟ على مستوى الدوله كلها بس نبتدي يعني نبتدي باسكندريه وهنا 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 يعني احنا تمتد يعني احنا يعني تحليه مياه البحر تكون للشرب ونخلي ميه نهر النيل للزراعه؟ لا ده تصور حضرتك لا. يعني ميه نهر النيل لا برضه لتحليه ولا تحليه للزراعه ممكن للزراعه برضه انت هتحل زي الناس برضه بيستعملوا ميه النيل ويحلوها لدرجه معينه تصلح للزراعه م. وبعدين الزراعه ساعتها هتبقى في تنقيط وهيبقى في في ماكينات لمعالجه الملوحه المساله هتبقى منظومه مختلفه المنظومة دي مش هتاخد يوم ولا سنة ولا اتنين هتاخد سنين بس نبتديها وخبال ساعات وساعتها هم بقى يشربوا سد النهضة سد النهضة يشربوه لأن هيضرهم وصد النهضة لما نضر هيشيل بلاوي عندنا احنا احنا نفسنا هنقدر نبني سدود لأن توابع صد النهضة عندنا لو سبناه كده ممكن يهدنا الدلتا دي كلها ما لو سيبناها كده بمعنى معلش يعني لو انهار سد النهضه او النهارده ما في دماغهم ان احنا باعهم لناش لانهم بيحسبوا انهم يبيعوا المية. الميه فطبعا لو احنا عملنا ده واستغنينا عن سد النهضه آه هيعملوا ايه بالميه دي هتغرقهم هم ما عندهمش فقر مائي هتغرقهم يعني بعد الكهرباء م. وبعد الحاجات دي كلها هتغرقهم وفي نفس الوقت الفائض الميه لو انهار سد النهضه هيشيل السودان دي كلها ويشيل لنا الدلتا المساله مش سهله م. فهتضطر انك تعمل سدود عشان تمنع الضرر بقدر الامكان بتاع سد النفط. المساله مش سهله، المساله مم. حرب لترقيعك، فلازم ترد بامور غير تقليديه. طب انا هستاذن حضرتك نتوقف عن مساله السدود اللي لازم مصر تبنيها أه، تفاديا لبعض الاثار السلبيه اذا ما ده لو ابتدينا في تحليه مياه النيل ووصلنا طب نهر طب الكونغو وعملنا المستحيل ممكن ده لو ابتدينا لو ما ابتديناش يبقى ملاش علاقه بال طب يعني. لأن الفكره برضو لازم نعيشها مع حضرتك بشيء من التفصيل ولكن بينضم الينا عبر الهاتف ضيفنا الكريم مهندس مجدي ملك عضو لجنه الزراعه بمجلس النواب اهلا بيك سياده النائب اهلا وسهلا تحياتي لحضرتك وتحياتي لضيفك الكريم معايا دكتور خالد عياد الاستاذ بمركز البحوث الزراعيه أهلاً, 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 اهلا بيك يا احنا بنتكلم يا فندم على التعديلات الاخيره اللي ادخلت على قانون الزراعه واضح ان هذه التعديلات يعني اثارت ردود فعل واسعه في الشارع المصري خاصه لدى ايه الفلاحين يعني انا عايز اقول لحضرتك فضل. اه التعديل لما نتكلم عنه من الناحيه العلميه هو ده حق الدوله المصريه للحفاظ على الثروات المائيه لوضع اه اه خطه استراتيجيه على المستوى القومي في السنوات المقبله لان حضرتك عارف ويمكن الدكتور خالد يشاركني في هذا الهم ان احنا بندير ثرواتنا المائيه والزراعيه بشكل عشوائي على مدى 30 40 سنه م. ما عندناش تخطيط ويجب ان نعترف بهذا حتى مجرد التركيب المحصولي للزراعه المصريه لحد الان غير منضبط ولا يتوافق مع ثرواتنا المائيه ومقنناتنا اللي احنا بنملكها. القانون من الناحيه العلميه سليم 100% والماده اللي بتتكلم عن الحبس الحبس ليس يعني في بدائل، في عقوبة وفي حبس ليكون لي ردع إحدى العقوبتين، مش دي المشكلة. المشكلة في التطبيق، يعني أنا لما أجي أطبق القانون فوض مين؟ فوض الجهاز التنفيذي ممثل في وزير الزراعة ووزير الري للتعامل مع مواد القانون وإنفاذه بضوابط المفروض هم اللي هيوضعوها. الضوابط دي لما أجي أوضعها يجب أن يكون لها أولويات، يجب أن تضمن تحقيق الحد الاقصى من الاستفاده من المساحه الزراعيه اللي هي ثروه حقيقيه لمصر اللي هي احنا بنامل ان هي تقلل الفجوه الغذائيه للمواطن المصري او للدوله المصريه لان احنا بنستورد كثير من احتياجاتنا من الخارج لكن سياده لكن أيوة. ساكناب معلش قبل ما حضرتك تسترسل لانه حضرتك وضحت انه يعني هذه الخطوه خطوه جيده من قبل الدوله والدوله يعني بتقوم ب يعني بتنفيذ ارادتها او حقها يعني لكن ماذا عن الفلاح هذا هو السؤال ما, ما انا بقول اهو ما انا بقول العبره انا هنا أنا هنا, هي انا هنا ما بتكلمش على فكره الحبسه والغرامه يا فندم ما انا مش بتكلم عن الحبس والغرامه انا ما انت سيادتك بس ده اوضح طيب. لحضرتك انا بعتذر اتفضل هو مين اللي هيطبق القانون ده؟ هيطبقه بضوابط وزير الزراعه وزير الري اشوف انا عندي مساحات بالفعل في السواحل الشماليه لا تصلح الا لزراعه محصول الارز على سبيل المثال. هذه المساحات يجب ان يكون لها اولويه هذا اولا ثانيا انا عندي كثير من المتخصصين والعلماء الزراعيين اللي استنبطوا بعض الاصناف من محصول الارز اللي هو غير شاره للمياه اللي هو ايضا يعني المده الزمنيه بتاعته في الارض اقل بكثير من الاصناف اللي موجوده حاليا يجب الاستفاده من ذلك الامر يتعلق يتعلق بترشيد يتعلق بتطوير نظم الري اللي احنا بنستخدمها يتعلق باجراءات هي في ايد المسؤول التنفيذي ولكن الضوابط اللي بتوضع ليست قانون وليست قران وليست انجيل في ايد المسؤول المسؤول يجب ان يكون هناك توافق بما يحقق للفلاح المصري مصلحته اللي هي جزء من مصلحه المجتمع المصري والدوله المصريه يعني وزير الزراعه هو صاحب القول الفصل في تطبيق هذه آه التعديلات وزير الزراعه وزير الري ما هي دي ضوابط هو القانون اداهم الحق في وضع ضوابط من م. لم يلتزم بهذه الضوابط هو اللي تطبق عليه العقوبه إحنا لسه بنتكلم في ضوابط هتوضع زي ما هم النهارده قالوا إن بمعنى إيه يا فندم معلش بمعنى إيه الضوابط الحركة تقصدها؟ بمعنى يعني هو هيقول مثلا أه. إن أنا عندي بعض الأصناف لا تصلح للزراعة في محافظة المنيا، في محافظة بني سويف، في محافظة كفر الشيخ أه. لأن هذه الأصناف لا تتوافق مع طبيعة التربة، القانون شقين، شق خاص بالثروة المائية وشق خاص بالأصناف بأصناف بعض الحصلات الزراعية يعني على سبيل المثال النهارده انت عارف الى اي مدى انهار محصول القطن المصري نتيجه عدم وجود ضوابط في زراعه اصناف معينه وحدث خلط وحدث تدني لمحصول القطن ومستواه من حيث الجوده والنوعيه، كل دي برضه حاجات القانون هيبقى ليه فيها، لكن بنتكلم تحديدا عن المقنن المائي احنا بالفعل مقبلين على مشكله حقيقيه ويجب أن نستغل كل ثرواتنا المائية بشكل منضبط وبشكل علمي، لأن طريقة الري اللي لحد النهاردة اللي احنا شغالين بيها في معظم أراضي الوادي والدلتا غمر. أعتقد لا تصلح، هناك طرق ري حديثة، هناك المفروض مشروعات لتبطين الترع، لتبطين المسائي، لأن أنا عندي تقريباً نسبة الفاقد في ال 55 مليار ونص قد يصل إلى 15% نتيجة إن أنا أهملت هذه الثروه المائيه على مدى ال 20 30 سنه او ال 40 سنه الماضيه بدون تطوير حقيقي حتى المبالغ اللي موضوعه من قبل الحكومه المصريه لتطوير الري في مصر لا ترقى الى حجم التحدي اللي احنا مقبلين عليه، عايز اقول لك مبالغ هزيله يعني النهارده لما تقول لي كل ميزانيه وزاره الري 4 مليار ونص ولا 5 مليار، هل هذا يعقل وانا مقبل النهارده المفترض ان انا عايز اطور؟ تخيل ان الخطه اللي موضوعه لتطوير <applause> المساحات في مصر خمسين ألف فدان في العام الواحد، ده معناه ان انا عايز 40 50 سنه على مطور الوادي ال مليون ولا ستة مليون ونص، لا عندنا مشاكل حقيقيه يجب ان نواجهها بس نواجهها بالعلم وعلى فكره مصر مليانه علماء ومليانه رجال اكفاء زي الدكتور المحترم اللي قاعد عند حضرتك بيملك رؤيه يجب ان يؤخذ بهذه الرؤى، <applause> الامر غير قاصر على فئه محدده النهارده بتحتكر القرار بدون رؤية وبدون تطبيق حقيقي للصالح العام في مصر لماذا هذه التعديلات دكتور في هذا التوقيت هل لطبيعة المشكلات اللي حضرتك بتحذر منها اه يا فندم انا بقول لحضرتك انا عندي مشكلة مقبل على مشكلة مائية حضرتك هنا حضرتك هنا بتتكلم عن سد النهضة تحديدا ازمة سد النهضة اه يا فندم اه طبعا اه طبعا وانا عندي مش وانا اساسا عندي مشكلة مائية انا احتياجاتي 80 مليار وكل اللي عندي من مية النيل 55 مليار ونص وشويه م. من المياه الجوفيه وشويه من المياه المعالجه وشويه من مياه الصرف الزراعي صرف الزراعي وليس الصرف الصحي عشان يبقى الكلام محدد طبعا انا مقبل على مشكله م. لو انا النهارده نسبتي خست اعتقد المتخصصين هم اقدر مني على تحديد الكلام ده لكن انا اعتقد ان انا النهارده لو وصلنا لمفاوضات وخست النسبه بتاعتي حتى ولو كانت 10% ما ال 10% دي معناها 5.5 مليار في السنه ال5.5 مليار في السنه هتاثر بشكل كبير على الزراعات المصريه لان انا استهلاكي من مياه الشرب وصل ل11 مليار متر مكعب وزي ما بقول لحضرتك ان انا عندي فاقد 15% ال15% دي المفروض الدوله تبحث مع العلماء وتبحث مع المتخصصين في كيفيه الحفاظ عليها والاستفاده منها عشان النهارده اقدر اعمل التوازن المطلوب في المرحله المقبله. تمام <applause> طيب دلوقتي زي ما حضرتك قلت ان وزير الزراعه هو اللي يمتلك الضوابط، هل من حق انه يحدد مثلا محافظه بعينها ما تزرعش محصول الرز بشكل شامل آه يعني اه طبعا المفترض بالتنسيق مع هنا وزير الري هنا الفلاح يتضرر بالتنسيق مع وزير الري اه <applause> طبعا الفلاح هنا يتضرر يا سياده في المحافظه ما انا دول. بقول لحضرتك احنا عايزين نقول ايه بقى؟ ان انا عندي بعض المساحات اللي موجوده في المحافظات الساحليه لا تصلح الا لزراعة الأرز، تبقى هي دي المساحات اللي ليها الأولوية، وخصوصاً إن إحنا عجزنا عن هو ليه تغليظ العقوبة؟ لأن إحنا المفترض كنا بنحدد بقالنا كذا سنة مليون و ألف فدان، بنفاجئ إن اللي بيتزرع مليون و800 ومليون و900 و2 مليون، وفي النهاية حتى المحصول اللي بيطلع ما بتاخدوش الدولة المصرية بيتم تصديره للخارج على الرغم إن هناك قرار بمنع تصديره، وبنضطر إن إحنا نستورد إحتياجاتنا من الأرز من بعض الدول الاسيويه وبعض بيتهرب الدولة. يعني يا سياده النائب ولا ايه؟ اه يا فندم بيتهرب انا بقول لحضرتك كلام انا مسؤول انا بشكر سعادتك على شفافيتك يا سياده النائب لا يا فندم لازم نبقى لازم عشان نعالج يعني. يا فندم يعني انا بشكر سعادتك جدا جدا على الشفافيه وانا نفسي هذه الشفافيه توصل للشارع المصري عشان بس يبقى لما يبقى في ازمه وندير هذه الازمه يبقى الشعب متعاطف مع القاده السياسيه هو ده اللي انا بدور عليه طبعا عليك. دي الحقيقه يا فندم لازم م. نبقى يبقى في وضوح لان المسؤوليه النهارده لازم يشارك فيها الجميع ولازم يتحملها المخاطر يتحملها الجميع، م. لازم نعرف ليه القرار ده اتاخد والقرار ده مجرد قانون، اما تطبيقه دي مجموعه من الضوابط اللي المفروض مسؤول عنها المسؤول تمام. التنفيذي وزير الري ووزير الزراعه. طيب يا سياده ماذا لو لم يلتزم الفلاح بهذا التعديل الذي دخل على القانون ولا حتى بالضوابط التي يضعها وزير الزراعه؟ آه آه عايز اقول لحضرتك آه انطلاقا من شهادة سابقه حضرتك لسه بتقول احنا كنا ما انا عايز اقول عشان كده عايز اقول لحضرتك, عشان كده في رد عايز أقول لحضرتك آه برضو عايزين نبقى ناس موضوعيين انا حريص على الفلاح المصري بس زي ما انا حريص على الميت الف اللي ممكن يخالفوا انا حريص على الميت مليون اللي هم حقهم آه 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 الطبيعي في آه الميه اللي هي المفروض تعود عليهم آه بزراعات تعود عليهم, آه بإنتاج, تعود عليهم آه بانتاج تعود عليهم بخير وفير لا إزاي لازم اذا كنا ما نضيعش النظره احنا حريصين على الفلاح المصري وحريصين ان يستفيد عشان كده بقول لحضرتك يجب ان الوزيرين يقعدوا مع بعض مع المتخصصين عندهم ويقولوا عندي اولاد انا عندي المساحات الفلانيه هي الاولى اللي احطها في ال 700 الف فدان اللي انا قررت ان انا ازرعهم وممكن اعمل مرحله انتقاليه هذا العام فيش مشكلة اني انا اجي على نفسي شوية الاقي المحافظة دي محتاجة ازود المساحة تبقى 800 850 900 الف فدان في العام الاول على اني في العام المقبل اوجد بدائل عند ذره صفراء مثلا على سبيل المثال ممكن تكون بدائل في بعض المحافظات بس اعمل سعر مجزي يحقق له هامش ربح واتعاقد معاها لان انا بحتاجها وبستوردها من بره عشان صناعه الاعلاف البدائل دي بيحددها وزير الزراعه البدائل اللي ممكن نحطها قدام آه الفلاح المتخصصين طبعا وزير الزراعه مراكز البحوث لازم يرجع لحضراتكم في مجلس النواب ولا احنا يا فندم اه طبعا بيبقى في جلسات فيها استرشاد لكن هناك متخصصين يتحملون المسؤوليه احنا م. نشاركهم هذا لكن عايزين ندي اهل العلم عايزين نفسنا نحس ان احنا دوله قانون وان احنا دوله علم م. يبقى في بقى رؤيه علميه حقيقيه لان بقول لحضرتك والله قطاع الزراعه بقى له 30 40 سنه بشكل عشوائي غير مدروس ولا ينطوي عايز اقول لحضرتك هل يعقل انا بستورد النهارده العدس وبستورد الفول اكتر من يا باشا عايز اقول لحضرتك احنا في مهزله زراعيه في مصر اللي احنا فيه ده بسبب عدم وجود سياسه زراعيه خالص يا فندم بص السياسه سياسه ورقيه تنظيريه لا م. تنطوي على الواقع لازم نتكلم بموضوعيه ونتكلم حقيقه وهي دي المكاشفه انا ولا عندي مشكله في الحته الفنيه عشان اعرف عليكها يعني برايك مش هينفع اقول تمام يا فندم برايك يا سياده النائب لو وضعنا سياسه زراعيه علميه موضوعيه وحط صفات جيدة حضرتك حابب تصفها بيها، وأيضا وضعنا سياسة مائية علمية موضوعية جيدة، وصفها أيضا بكل الصفات الجيدة، لو يعني حصل ده جيدة. لو حصل ده حالة الاستيراد اللي احنا فيها لمحاصيل كثيرة آه ممكن تختفي؟ هنقلل ممكن تختفي كثير الفجوة الغذائية بنفس المساحة المزروعة؟ استهلاكنا اه يا فندم بنفس المساحة المزرعة طبعا م. طبعا يا فندم هو في بعض الدول الجوار عندهاش ربع المساحه اللي عندك وانتاجها في بعض الحصلات اعلى منك بكتير يا فندم التجارب العلميه بتثبت هذا ده بسبب العشوائيه اللي حضرتك بتصف فيها ملف الزراعه اه يا, الزراع. يا فندم اه مفيش انا بقول لحضرتك مفيش رؤيه زراعيه يعني لحد النهارده امم طيب اسمح لي بس أرجع تاني للمساله تغليظ العقوبه لانه حتى دكتور خالد مشكورا اشار الى انه ممكن الفلاح يشعر بشيء من الغبن اذا غلظت عليه العقوبه على هذا النحو وفي بعض الاطراف الاخرى داخل المجتمع بتمارس مساله الهدر في الميه ولا تعاقب. اه من عندي عدم حاجة. انتماء. لا, لا عندي م. طبعا عندي عندي حاجات كتيره لسه عايزه ضبط وربط ما انا بقول لحضرتك القانون عشان يتطبق هيتطبق بضوابط اللي هيوضحها المسؤول التنفيذي. لازم نراعي صالح الفلاح وصالح المزارع ولازم انا يبقى عندي مرحله انتقاليه في تطبيق القانون ما يبقاش الامر ان انا النهارده جاي ماشي ما انا عايز احقق الهدف من اصدار هذا القانون. ولكن يحققه بما يضمن للفلاح حقه برضه اللي هو جزء من حق الوطن مم. طيب اه على ذكر الشفافيه سياده النائب التعديلات عندما جاءت من الحكومه اقرت كما هي في مجلس النواب لا يا ولا ده ده تم في لجنه الزراعه ما كانش فيها الفقره بتاع الست شهور الحبس دي مم. اقصى مده ست شهور فتم اضافتها للردع في الجلسه العامه يعني انتوا آه انتوا اللي ضفتوها في مجلس النواب بص يا فندم هي في اللجنه فوق احنا اقرناها في لجنه الزراعه انا في لجنه الزراعه بيتم دراسه هذا القانون لم تكن موجوده عندما ده المتخيل المتخيل آه والمتوقع العكس يا سياده النائب يعني لا الناس لا الناس كانت متوقعه ان الحكومه هي اللي ل... اتفضل ما انا هقول لحضرتك ايه يعني انت لما بتنزل في الجلسه العامه معروف ان الجلسه العامه بيبقى فيها 400 500 نائب موجودين الكل بيرى ان هناك يعني نوع من عدم تحمل تقدير المسؤولية وأن إحنا مجتمع مجتمع فوضوي في تطبيق القوانين بالفعل ما عندنا كثير من القوانين المملوءة على في الأدراج والأرفق دون تطبيق حقيقي م. ليس العبرة بالقانون ولكن العبرة بالتطبيق فكان يجب أن يكون هناك رادع لأن أنا بقالي سنتين مثلا وإحنا في مجلس النواب بنلاقي معظم النواب بيدافعوا عن الفلاحين عشان ما يدفعوش الغرامات بتاع القرص جوم السنة اللي فاتت قال لك لا إحنا ما هو إحنا لو كل سنة هنعمل هنرفع الغرامات يبقى بتزيد نسبة المخالفات، يعني من 1000 س... من مليون و ألف فدان لمليون و800 بيقال إن يعني وصلنا ل2 مليون و2 مليون منهم مليون أو 900 ألف فدان مخالف، <applause> طبعًا الكلام ده كلام غير مقبول لإن أنت زي ما بقول لحضرتك إحنا بقينا في أزمة حقيقية فلما شعرنا بالخطر كان لازم نق... وبعدين زي ما بقول لحضرتك إحدى هاتين العقوبتين يعني والأمر <applause> متروك للقاضي واعتقد ان الامر ما بيوصلش للحبس بيوصل ان بيبقى تطبيق العقوبه م. لكن احنا نتمنى ان يكون هناك التزام وان يراعي لكن... المسؤولين بوزاره الزراعه آه ظروف الفلاح المصري واحواله وان يكون هناك اولويه للمساحات اللي بالفعل ليس لها بدائل في الوادي وفي في الدلتا وفي المدن وفي المحافظات الساحليه. طبعا حضرتك وبقيه النواب ممثلين لجموع الشعب وطبعا ممثلين للفلاحين، هل تعتقد ان هذه التعديلات لاقت رضا عند الفلاح؟ يا فندم مش كل الفلاحين بيزرعوا رز ومش كل الفلاحين بيزرعوا لا بكل تاكيد انا دايما القوانين بتصطدم بمصالح بس في مصالح للافراد وفي مصالح للوطن المصلحه العليا تقتضي ان يكون هذا القانون وان يكون هناك حزم ولكن مع مراعاه مصالح هؤلاء الفلاحين اللي بالفعل في اشد الاحتياج ان اراضيهم يتم استغلالها بالشكل الامثل تمام تمام بشكرك شكرا جزيلا باشمهندس على هذه المشاركه معنا سياده النائب مجدي ملك عضو لجنه الزراعه بمجلس النواب شكرا جزيلا لك كده اعتقد دكتور خالد أنا طبعا متفق تماما مع... هو هو ذهب في ذات سياق تحليل حضرتك واشار لمساله او تحدي سد النهضه ربما اشار اليه ان هو ده واقع يا جماعه ده واقع و... إن وتاريخ ان الدوله مدفوعه بهذه التعديلات بسبب التحديات الموجوده في الملف ده طبعا استحالة فجأة كده وزارة الزراعة ومجلس النواب يقولك يزنقوا التزنيق طب أنا هحكي لك بس على قصة بسيطة طب, أب ممكن نرجع لبعض الفاصل أنا آسف فاصل تاني؟ أنا ما أنا بنسى يا أستاذ <applause> أحمد طب القصة بخصوص إيه طيب؟ بخصوص ان في سد النهضه ليه توابع تانية حصلت في وقت تل الكبير سرقه مياه يعني مستثمرين كبار سرقوا مياه تاثرت طيب 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 نقولها بعد الفاصل نقولها بعد الفاصل وانا هفكر حضرتك طيب. بيها ان شاء الله فاصل مشاهدينا ونعود اليكم بعد قليل ابقوا معنا مجدد تحية حضراتكم واضح أنه ملف الزراعة واحد من الملفات المهمة الحديث فيها طول وبه تفاصيل كثيرة ولعلنا هنا في قناة الناس في أكثر من مناسبة فتحنا الحديث في هذا الموضوع وتحدثنا في أمور كثيرة جدا متعلقة بالزراعة وبالفلاح المصري في حلقة الليلة زي ما حضراتكم تابعتم معانا بنتحدث عن هذه التعديلات التي أدخلت على قانون الزراعة والمرتبطة بتقنين زراعة الأرز في مساحات محددة على امتداد الجمهورية تعديلات لها مميزات وعليها أيضا بعض الملاحظات وما زلنا معكم في هذه الحلقة النقاشية المهمة ووجدت تحية الضيف الكريم دكتور خالد عياد الأستاذ مركز البحوث الزراعي أهلا بك مجددا أهلا بك أستاذ معلش قبل ما نسترسل في حديثنا فقط أشير لحضراتكم احن بنعتذر عن الفقرة الخاصة بالسياحة في حلقة الليلة لاعتذار ضيف الحلقة فبنعتذر وان شاء الله هنواصل هذه الفقرة الثلاثاء القادم باذن الله. قدرك بقى ان حضرتك هتكمل معانا الحلقة ده حظ يا ف... ف... استاذ ف... معلش تحملنا <applause> لا يا فندم ده دا... واضح إن الملف برضه فيه تفاصيل كتير. كثيرة يعني كثيرة اه كثير حضرتك بتقول ان كان في قصة مهمة جدا حضرتك حابب تشير اليها ممكن يعني اوجدت شكل اشكال الازمة والمشكلة على خلفيه ايضا قصه سد النهضه. طبعا ما انا اقول لحضرتك حاجه انا, أنا طبعا. كنت برضه على حديث المهندس مجدي ملك او هنتحدث عن بعض الامور. انا الأخير. طبعا بحييه جدا لان هو يعني كلامه في صميم اتكلم بلسان حالي كلامه واقعي ويا ريت كل المسؤولين يبقى كلامهم واقعي هذا. وانا يعني هو اتفق معايا ان احنا لازم يكون في شفافيه بالنسبه للناس عشان تتبنى أحياني. وجهه نظرك عشان يبقوا ظهير ليك م. مش فجاه يلاقوا الازمه وفي الاخر يقول لك ده الحكومه فاشلة ده مش عارف ايه ده الحراميه ده اللي ده اللي ويحصل انفجار والازمه الناس حتى لو طرحت عليهم الازمه مش هيصدقوها هو صراحه ان الحكومه اتخذت هذه الخطوات او هذه التعديلات على خلفيه ازمه سد النهضه ما انا قلت لحضرتك أنا, يعني انا يعني م. انا كنتش قاعد طبعا في القاعده ولا قاعد في وسط النياب انما منطقيا الحكومه هتتخذ ومجلس النواب هيتخذ ليه قرارات زي كده ويزن على الفلاح بالحبس وكده وما يزنقش مثلا على الناس تاني اللي بتهدر ميه الا اذا كنت فعلا في ازمه فانت بتديرها وهو ده الاداره بتاعتها يا جماعه طب خلاص زي بالظبط لما تقول والله يا جماعه انا داخلي مثلا 10000 جنيه في الشهر وفجاه دخلك ب 5000 جنيه بتلم عيالك وتقول لهم يا جماعه نعيش ب 5000 جنيه يا ابن انت عربيتك ما تسوقهاش واحنا هنبيع كذا واحنا هنبيع كذا ونعمل كذا ونسوي كذا والواد نطلعه من مدارس لغات هو ده ما فيش حل غير ده م. لان دخلك لا يسمح بالبهرجه اللي كنت عاملها قبل كده فما فيش حل غير انك بقى تسرق م. تسرق يعني تحارب م. وده مش وارد وده هيخسرك كتير ويخسرك سمعتك ومين هيتعاطف معاك في الوقت الحالي المسألة يعني إدارة الأزمة عايزة تعقل فطبعا كان بناء على في نقص موارد مائية فكان لازم وزارة الزراعة ومجلس النواب يقول يا جماعة ان احنا الدلتا بتزرع بالغمر عشوائية في في الزراعة يعني عشوائية غمر هات يد فاس وانزل مش عارف ايه واعمل كذا وبعدين تبص تلاقي بقى ايه مياه الصرف غير عادية يعني النهاردة مثلا كان في مطر البلاد كلها بتاخد المطرة دي بتخزنها إحنا ما عندناش سياسة أمطار، الأمطار عندنا مشكلة. م. يعني الأمطار عندنا في مصر بتسبب مشكلة بدل ما تكون رزق. م. إنما هي بتروي ري عشوائي، المفروض يدخل بيغ... إيه؟ مصيرها للمجاري. جي. للمجاري، م. المفروض إحنا بنخزنها لحاجات تانية مياه م. جوفية وحاجات زي كده. عندنا لا ما بنعرفش ندير مياه المطر. ودي مشكلة عملتنا أزمة، أزمة في مرور وأزمة مش عارف إيه وأزمة بإيه، وممكن تبوظ على فكرة زراعات مش محتاجة الري الميه دي، ما بنعرفش ندير، هي دي المشكلة إن احنا عشوائية بتولد عشوائية أكبر ونعيش في عشوائية كبيرة وبنعمل ترقيع للقوانين. هذا الترقيع بيبقى مخلي الدنيا شكلها وحش، ولما يحصل أزمة نبتدي الرقع أكتر. فهي بتوب كله فيه ترقيعات كده مش حلو يعني حضرتك مع نفس راي سياده النائب مجدي ملك تماما ان احنا تم محتاجين سياسه زراعيه وسياسه مائيه وشفافيه بالنسبه العلمي. للشعب كله لان هي المساله يا جماعه آآ آآ ان انا اجازي واحد حتى لو مش احبسه ومش هيحصل حبس لان القاضي دايما بيبقى مع الطرف الضعيف يعني انا بطلب من المزارعين انه مش هيحصل حبس غير لو واحد بقى نصيبه من الناس دي هو اللي عمل هيحبسوه يعني ده لو واحد ومش هيحصل لان القاضي دايما بقول لحضرتك دايما بيبقى مع الطرف الضعيف مش هيحصل حبس م. ولا يحصل حاجات زي كده. انما هي المساله مش مساله مساله في حاجات تانية كتير، يعني م. انا هديك مثل بسيط. الاراضي اللي ت... اتعملت في التمنات اراضي الاستصلاح. ودي على فكره مثلا عندك وادي النطرون وعندك وادي الملاك وعندك الصالحيه وعندك طريق مصر اسكندريه، كل الحاجات دي كلها تعمل في التمنات ومنطقة السادات ما كانش فيه أزمة في الماية ما كانش فيه أزمة في الماية وبعدين في وقت من الأوقات كنت طريق مصر اسكندرية دي كلها زيتون الزيتون ما بيحتاجش مية م. وكنت تلاقي الزيتون لما بيطرح لغاية النهاردة تبص تلاقي العربيات واقفة عمالة تقطب زيتون م. رغم إن ده غلط م. إن الزيتون ده المفروض الحكومة هي اللي تاخده وتبيعه أه إنما بتلاقي العربيات مرصيدة يعني <applause> <زي. تصفيق> آه طبعا غلط حرام يعني مش مش صح وتقطب زيتون بس حاجة كويسة م. يعني السادات قال لك أنا عايز المساحة دي كلها تتزرع بخضرة. وكان حتى هدف السادات رحمه الله عليه انه يزرع مصر كلها بخضره ما تحتاجش الميه، فقال لك الزيتون، قال لك ازرعوا زيتون. يبقى حاجه جميله جدا وبتاع وكان فكر فكر هايل يعني. فعمل طبعا المناطق اللي هي التل الكبير والصالحيه والحاجات دي كلها، وعمل ترع لما تروح تشوفها ترع م. على مستوى تحب تشوفها م. ترع اسمنتيه كده بطريقه معينه والمقنن المائي محسوب بالظبط للاراضي الايه؟ المستصلحه. انما اللي بيحصل ان في شركات مثلا خدت 2000 فدان وصرت وبعدين الشركات دي بتتوسع بتاخد بقى الارض اللي هنا وفي طبعا ارض بتحط ايديها عليها وبعد كده تقننها وحاجه زي كده <applause> اللي الشركات دي تعمل ايه المقنن بقى يسمح او حصتها من الميه ما تكفيش التوسعاتها اللي ما هو في حاجه حضرتك بيبقى فيه ماسوره كبيره جاي من فوق وبتديك بقى انت ايه بتوزع هم قاموا خارمين الترع من تحت يعني الترعه كده قاموا خارمينها من تحت سرقه سرقه فبقت ياخدوا الميه ليهم اكتر فالمياه دي المفروض انها بتتقل ايه تدريجيا قبل سد النهضه كان اللي بيحصل ايه بنزود ميه مم. زود ميه زود ميه والمياه كانت بتيجي بي من من اسكندريه فيش مشكله وكانت الارض البعيده اللي عنده مثلا نص فدان واللي عنده فدان كان له واحد تقريبا عنده ثلاثه فدان ولا حاجه ما بيشكيش بيلاقي ميه برضه ويروي وبيلاقي ميه خلاص بقى ميه تعويض مم. النهارده الناس ديت الشجر بتاعها مات ناس كتير قوي <applause> <ميح> بس بس محدش صار الموضوع ده لان انا ليا اصدقاء بيشتكوا وانا رحت شفت الموضوع ده وكنت مصور ال <ميح> مصور السرقة المية. سرقه المياه سرقه المايه وسرقه الترعه دي كلها بقوا يشتكوا المستثمرين صغيرين والناس طبعا ايه بيشتروا اراضي كاستثمار وبقى كل واحد في شغله يعني بقى مش لاقيين <ميح> مش لاقي ميه مش لاقيين ميه ولما راحوا اشتكوا للشركات دي انا اضربوا دماغكم في الحيط لانه كميه المياه المتفق عليها رجعت ثاني زي ما كانت سبت. ما خلاص بقى انت بتاخد نصيبك انت تاخد نصيبك وده انا بديك نصيبك انت مقارنة نصيبك وجود. مثلا كذا آه. انا بديهولك بالظبط الاول كنت بديك فوق نصيبك مع وجود السر اللي حضرتك بتشير اليها آه عملت قلق فوق امم اصبح في ناس مش لاقي حصتها ما هو ده نفس ال... 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 سياده النائب اللي بيقول لك بيقول لك والله ده هو في الحته دلوقتي مقارنة المائي كذا مم. فانت النهارده لازم تزرع مثلا 1000 فدان بتزرع 1800 فدان طب ما ده بيجي على حاجات ثانيه انما لازم التزم بالقانون فالمناطق الصحراويه دي كلها معروفة المقنن المائي بتاع ايه؟ وحتى لما اجي اعمل توسيع المفروض ان انا بقى عندي علم فيه. انما هي المشكلة ان الناس بتحط ايديها وبتبدأ تستصلح الارض ومفيش أي أوراق ولا أي تقنين، فبالتالي مفيش أوراق رسمية فأنا مش هديك المقنن المائي بتاعي. قبل سد النهضة، يعني قبل خمس سنين أو ست سنين، الماية كانت مع السرقة دي كلها كانوا بيعوضوها ومفيش حد بيشتكي. ابتدت الناس تشتكي امتى؟ لما المقنن المائي بتاعك بتاع مصر قال تمام. مع السرقة بقى في الأراضي الحيازات الصغيرة اللي هم الضعاف ما بيجيلهاش مية الشجر بقى يموت بدأت زراعته تموت إيه. زراعته تموت وهو ضعيف هيشتغل إيه؟ ابتدى الناس تفكر إنهم يستردوا حقوقهم بالحرب لأنه مش هيبيع هيبيع أرض بر دي مم. أرض صحراوية لو ما جلاش مية خلاص تحاول لتشط رمل إنما لما على طول في دبال وفي زراعات الأرض بتسمر وبتخصب وفي خصوبة بيبقى كويسة مم. إمنع عن الأرض الصحراوية دي المية اتحولت لشوية رمل، لهمش أي أي لازمة في الحياة. شوية رمل، مفيش مشكلة. طيب فدي أزمة من ضمن الأزمات كل وسائل الإعلام مش عايز تتكلم عليها. مم. ومش عايزين يخشوا فيها لانهاش ملهاش حل. مم. أنا هقول لك إيه؟ هقول للمزارع الكبير أو الأرض الكبيرة اللي ليه مصالح ومستثمر كبير وبيعمل لي تصدير همنع عنه؟ مم. بيعمل تصدير ودخل عملة صعبة. صعب صعب إن أنا أزود كمية المية اذا كان انت النهارده في اراضي الدلتا هو اللي اراضي الدلتا اللي عندك نيل وبتزرع بالغمر عملت قوانين في المناطق الصحراويه زرقاء ازود ازاي انا ازود امتى لما يكون عندي فائض وده اللي كان حاصل قبل سد النهضه م. ففي توابع يا جماعه في ازمات بس هي مشكله الناس مش حاسه بالازمات النهارده لما تيجي تقعد عمال يقول له يا جماعه ده انت في ازمه يقول لي يا عم روح انت في ايه م. يا جماعه ده احنا هيحصل كذا 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 وحكايه بيع الميه وبتاع لا 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 دكتور ده انت مخك راح يبيد قوي الموضوع مش كده حتى في ناس في جهات مسؤوله مش مدركه ده او مدركه ومش عايزه تصرح واخد بال حضرتك انما لما تيجي تحسبها وتقرا التاريخ اقرا كتب جمال حمدان وقرأ قبل كتب جمال حمدان واقرا موضوع سد النهضه ده مش من النهارده يا جماعه ولا اربع خمس سنين ولا جمال سنين. حمدان انت عنه ايه الدكتور جمال حمدان طبعا عنه؟ في كتابه والكتاب بتاعه مش عارف و... اسمه ايه و... كتاب وصف مصر وصف أو... مصر م. لا كتاب تاني يا ربي اه كان وصف مصر تقريبا في حاجه تانيه كده لانه سلسله كتب كبيره كتبوا م. ونقلوا عن ناس تانيه يعني المشروع قائم من زمان المشروع من زمان وجمال عبد الناصر كان اتكلم عنه على موضوع سد النهضه ده لما قالوا ان احنا هنبنيه الموضوع قائم من مده مش 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 من النهارده واخد بال حضرتك ومشروع الحرب المائيه بنسمع عنها من 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 يوم ما اتولدنا م. ان في حرب مائيه وفي نضره مائيه وفي مش عارف ايه حكايه انك انت بتزيد مم. والتغيرات المناخيه دي حاجه مختلفه تماما. ما التغيرات المناخيه بتحصل وربنا بيعوض في سيول بتحصل. مم. يعني في سيول وفي امطار وفي مياه جوفيه آه بص حضرتك الطبيعه دايما لما بتغدر بيك ربنا بيوازنها. انما لما يحصل ان بشر يعني مثلا الطبيعه لما يبقى في تغيرات طبيعيه وتخسر تلاقي من ناحيه تانية ربنا بيجيب لك خير. مم. طبيعي ما هو ده مش مش ملك حد، لو ملك مثلا اثيوبيا كلنا كنا موتنا انما الهواء ملك ربنا فتلاقي نسبه الاكسجين ثابته وكلنا بنتنفس وعايشين تمام تمام انما لو ملك بشر الناس كلها تموت فالنهارده المياه بقت المياه حياه وبقت بقت ملك بين ادم انا هسدها عليك المياه بتاعتك اه عشان جاي من دول المصب عشان جاي من عندك لا مش بتاعت حد لا دي بتاعتي وانا في اتفاقيات بتنظمها لكن مره تانية يعني حضرتك برضو انتقدت مساله الري في الدلتا مساله برده انا عايز ارد على حكايه في اتفاقيات هذه الاتفاقيات ما بتقولش ان انا سد هذا بناء السد هو خرق لكل القوانين الطبيعيه وبناء السد هي مؤامره اشتركت فيها دول اوروبيه وامريكا واسرائيل وبعض الدول العربيه دي مؤامره و و ومش موجوده في الاتفاقيات خلينا متفقين المفروض كل الاتفاقيات والمعاهدات اللي بتنظم حصص الدول الموجوده على نهر النيل بتحفظ حق دول المصاب هم بيوعدوك ان صحتك زي ما هي انما ما تعرفش مش كل الوعود بتنفس والناس عارفه كده مش كل الوعود لازم يا جماعه الناس تبقى فاهمه ده كتاب إن... دكتور جمال حمدان اسمه شخصيه مصر شخصيه مصر اه شخصيه مصر اه بالظبط كده آه. طيب آه مره ثانيه لو حضرتك آه يعني انا عايز برضو تكلمني عن السياسه الزراعيه اللي ممكن تكون الامثل حتى لو قلت عناوين رئيسيه لها او عناوين رئيسه لها لكن آه حضرتك انتقدت مساله الري بالغمر في الدلتا ما هو فيش طريقه ثانيه للري في الدلتا غير كده اه ما يعرفوها ما يعرفوش غير ده وهل أه التربه في الطينيه ممكن يتم استحداث طرق جديده للري اه ممكن يعني ينفع فيها الري بتنقيط الري أه ممكن ينفع فيها آه طبعا في بعض في بعض الدلتا بتري بتروي بتنقيط في في التربه الطينيه بس هي المساله ان الفلاح اتعود على ايه؟ اه الري بالغمر على فكره بيجيب مشاكل مم. لإن الأرض بتاخد المقنن المائي يفتحها والباقي بيطلع على مياه الصرف ومياه الصرف دي مشكلة وفي بعض مياه الصرف بتعمل مشكلة لكن ده مش مفيد إنه بيغسل التربة يا دكتور؟ يعني حتى لو كانت في آه في, الـ في, الـ في الأراضي الملحية شديدة الملوحة إنما في ممكن شديدة الملوحة لو هنعمل على خطوط أنا هغسل الخطوط بس مش هغسل كل الأرض. مم. يعني النهاردة في بعض الزراعات بتبنى على خطوط واخد بال حضرتك زي الطماطم مثلا آه. فأنا هغسل الخطوط بس مش هغسل الأرض كلها الخط اللي هو بيعمل ده انا هغسله. طب ده في صالح التربه ولا ضدها؟ يعني لو رويت بالتنقيط فقط لا غير او ري بالرش. صالح الزرعه ولا ضدها؟ لا انا قصدي التربه او التربة. لا التربه مالحه وانا يهمني ايه من التربه؟ الزراعه بتاعتي. مش هتاثر عليا في محاصيل تانية لاحقا؟ لا ما انا خلاص بقى ما انا, أنا عارف طبيعه ارضي لو الارض كلها مالحه زي مثلا في في اراضي ملحة وبتزرع بالطماطم مم. تبص تلاقي مثلا الارض مثلا في بعض المشاكل ان الارض دي المفروض انها تتساوى بالليزر ففي ناس ما بتساويش بالليزر بتلاقي بالحته عاليه وحته واطيه خصوصا في زراعه الرز لا ب... 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 بزرع... في زراعه الرز لا لازم تتساوى لازم مم. تتساوى كلها مم. لان وبعدين الرز من, من النوع اللي بيتحمل برضه بعض بعض يعني بعض الملوحه بعضها مش 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 كل الاصناف م. فتلاقي مثلا في زراعات مثلا الطماطم اللي بتستحمل ملوحه متوسطه تلاقي ان الميه لما بتتكون في حته الحته دي ما بيطلعش فيها شتله فانا النهارده لو زرعت في في الدلتا حتى على مصاطب وزراعات معينه يا دوبك هغسل المكان ديت وممكن كمان اعمل مثلا اللي هي المواتير اللي بتعالج لو في ملوحه كتير يبقى تعالج لي للمو... لغايه لما اوصل لملوحه الميه للمعدل اللي ينفع للزرع ممكن حضرتك تكلمنا عن سياسه زراعيه استرشاديه انا حضرتك ممكن تحط كده نقط رئيسيه لسياسه رائده او جيده للسياسه الزراعيه بعد الفاصل الذي نخرج اليه ده الفاصل الاخير وأرجع لحضرتك وعد ان هو الفصل الاخير ده الفصل الاخير طيب. خلاص وبعد كده ارجع لحضرتك ان شاء الله فاصل مشاهدينا ونعود اليكم ارجو ان تبقوا معنا اهلا بكم مجددا المشاهدين الكرام واعود اليك يا دكتور خالد أه لعل بعض الافكار المهمه في ختام حديث مع حضرتك حول هذه التعديلات التي ادخلت على قانون الزراعه أه ما يتعلق بمساله ان احنا لو اوجدنا سياسه زراعيه لعلها يعني تكون الحل الامثل لمشاكل كثيره جدا في هذا الملف. ايه ملامح السياسه الزراعيه اللي حضرتك ممكن تكون مناسبه لمصر؟ هو تقويه جهاز الارشاد الزراعي. جهاز الارشاد الزراعي لازم يبقى فيه يعني هو نايم شويه بس لازم يكون في يتصرف عليه يتصرف عليه كويس قوي لازم يكون في قوافل في كل في كل محافظات مصر تضع البدائل المستمره <مم> ل... لعدم زراعه ال... الرز في... لتطبيق او لتتوافق مع سياسه وزاره الزراعه. يعني مشكله المشكلات في السياسه الزراعيه هي زراعه الرز؟ ما هو, <مم> <م> هو الزراعات اللي بتحتاج ميه وام الزراعات اللي بتحتاج ميه هو الرز. فبالمناسبة كده كده فيش بدايل قدام الفلاح اللي ما هيزرعش رز، هل ممكن عنده بدايل ثانيه ممكن تحقق له دخل يغطي تكلفه الرز؟ طبعا في بدايل، مين اللي قال مفيش بدايل؟ بس انا بقول لحضرتك ساعات الفلاح بيبقى متعود على زراعات معينه، مم. انا بتاع قطن ما ينفعش انا بتاع رز ما ينفعش يزرع مثلا انواع خضار ينفع أو يعني هو ما عندوش الخبره ان هو يخلي مش متعود عليه، لا عنده الخبره بس مش متعود عليها، يعني هو هيزرع اي حاجه بس هي المشكله ان انا هزرع واطلع محصول، هل المحصول ده هيديني محصول يغطي تكلفتي واكسب ولا لا؟ فببقى خايف تمام يعني انا النهارده مثلا بركب عجله لكن انا سواق كويس قوي في عربيه مثلا اوتوماتيك انما ما بعرفش اركب عربيه نقل مم. فانا ما واركب عربيه نقل وخبر حضرتك دي مم. فلوس بتترجم لفلوس في الاخر انا بصرف مصاريف وانا اللي بعملها بايدي لكل الفلاحين اللي عنده نص فدان ثلاث قراريط اربع قراريط مش عارف ايه بصرف فلوس و... ومطلوب ان انا اجني فانا مم. النهارده مش هغامر في زرعه انا ما اعرفهاش تمام او ما زرعتهاش قبل كده انما في بدائل بس انا محتاج ايه بقى حد يقويني في حاجه اسمها الزراعه التعاقديه يعني ايه زراعه تعاقديه ان يبقى في شركات هذه الشركات الكبيره تقول للفلاح او تقول للمحافظه دي البدائل طبعا الزراعه التعاقديه بيبقى في في المرحله الانتقاليه زي ما قال سياده النائب ان يكون عندنا مرحله انتقاليه جهاز الارشاد بيساند الشركات اللي هتشتري المزروع اللي هي بتاع الزراعه التعاقديه دي من الفلاح وتقول الفلاح لا البدائل كذا وكذا وكذا ودي هتغطي تكلفتك وهتزرع مثلا هتجني ثلاث مرات في السنه ومكسبك يبقى اكتر واحنا معاك هنجيب لك المبيدات ونجيب لك الاسمده ونجيب لك كذا ونجيب لك كذا ومش هنسيبك غير لما تبقى تمام التمام طبعا جهاز الارشاد ده محتاج مصاريف في الاول يعوض لغايه لما الفلاح يتعود على ده وما يخالفش انا بساعده انه ما يخالفش القانون هو الجهاز ده مش موجود في الوزاره اساسا يا دكتور لا موجود طبعا عندنا جهاز كبير للارشاد أه. انما عشان القوافل دي كلها تطلع في كل المحافظات عايزه فلوس عايزه عربيات. أه مجمد دلوقتي او يعني مش لا مفاعل. شغال بس هي المساله ان كل المرشدين الزراعيين عايزين دورات تدريبيه في ده لان النهارده مش هجيب مشاريع هجي زراعه اقول له انزل قول للفلاحين كذا انزل اقول لهم ايه؟ لازم يجي لي انا كدكتور متخصص في الطماطم متخصص في كذا هتقول للفلاح كذا وكذا 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 تمام. ولما تقابلك مشكله يا ابني هتقولي انا الجهاز وانا هاخد المشكله دي هديها لمركز البحوث العنديه له حلول واعمل فولوينج اب مع الفلاح لغايه لما نعدي من المشكله دي اورجنايزيشن كبير لا ده مش موجود ده مش موجود بالشكل ده لكن على الاقل الهيكل التنظيمي موجود اه طبعا وعندنا قناه عندنا قناه اسمها قناه مصر الزراعيه بتستقبل 24 ساعه انما ده برده مش كفايه دي دي قناه على ال قناه بتاعه آه الوزاره قناه ساتلايت موجود اه طبعا على سات, أه سات. اسمها قناه مصر دلوقتي ام اي سي او قناه مصر الزراعيه بتستقبل وعندنا برامج لل... للشكاوي وبرامج ترجيع دي تتواصل مع الفلاحين يعني اه طبعا زراعين. معروفه جدا كل الفلاحين عندهم القناه دي الفيفورت عندهم وعارفينها كويس ما ده مش كفايه انا عايز اوصل للفلاح حتى اللي ما عندوش مش فاضي يتفرج على ستلايت او صلوا م. عنده وفي نفس الوقت مش ياخد البرنامج كسطر كده محطوط لا كويس القناه دي وزاره الزراعه اللي عاملاها مش كده بتصرف عليها وزاره بتاعتنا القناه بتاعتنا عارف بتاعت وزاره الزراعه اه بتاعتنا كويس ما هو شيء جيد ده يعني خطوه لا شيء جيد شيء ممتاز أه. لا شيء ممتاز يعني م. هو السبب في انشائها الدكتور صلاح يوسف او من كام سنه وكان حاجه جميله جدا وتطور التطور كل يوم تطور حاجه جميله يعني بس ده مش كفايه انا بقول لك جهاز الارشاد جهاز الارشاد انه ينزل الفلاح يشوف المرشد الزراعي وهذا المرشد الزراعي عايز دورات تدريبيه في كل جزء مرشد زراعي بتاع الطماطم غير مرشد زراعي بتاع الرز غير مرشد زراعي ده دورات تدريبيه دايما اجيبه عندي اديله تدريبيه ولما تقابله مشكله يعرضها عليا واديله الحل فولو لغايه لما اعدي الازمه انما ما سيبش المرشد لوحده واقول لهم يا جماعه اعملوا كذا او زرعوا كذا وما تزرعوش كذا، لازم اساند الفلاح، م. حكايه اللينك بيني وبين الفلاح ده ده مش موجود. م. وبعدين افعل بقى لو انت مثلا نقابه زراعي نقابه فلاحين وبتقول ان انت نقابه تعالى شاركني بقى. انت فين يا عم في المنوفيه؟ والاراضي اللي عندك كذا تعالى يا عم مش انت راجل اعمال تعالى عندي واصرف وبتاع واعمل اه ارشاد الكتروني وانا بلغلك لك خليك معايا الكترونيا واصرف يعني انا عايز الناس اللي هم رجال الاعمال اللي دايما يشتكوا الوزاره ومش الوزاره تعالوا صرفوا يا جماعه وساعدونا يعني تعالوا صرفوا واعملوا اجهزه كمبيوتر يبقى في تواصل حتى ارشاد الكتروني بين الهيئات حتى لو احنا ما عندناش ميزانيات او الوزاره ما عندهاش ميزانيات او اي سبب من ما م. واخد حضرتك يبقى في 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 تعاون لو انت عايز تعمل تعاون وتستفيد من خبرات الباحثين والاساتذه بتوع وزاره الزراعه او مراكز البحثيه يبقى لازم يبقى في تعاون وفي نفس الوقت تنشط هذا الجهاز القوي لغايه لما تعدي الازمه تمام وبعدين تعمل اعاده هيكله اعاده هيكله لا في السياسه الزراعيه برضو او هذه السياسه هل معنيه برضو بتحديد نوعيه المحاصيل اللي احنا ممكن نزرعها في محافظه دون غيرها ولا هي فقط مبنيه زي ما حضرتك اوضحت كده في القلب منها فكره الارشاد اللي لسه لغاية النهارده مش ورده هي الورد النهارده اللي, اللي انا قريته واللي انا شفته واللي انا م. سمعته ممنوع زراعه الرز بالحته دي يقول هيزرع يا جماعه انا احبسه واعمل له غرامه انما طرح بدائل لحاجات معينه ده انا ما شفتهاش ما هو لازم يطرح بدائل يعني حتى النهارده الفلاح يقول طب ازرع ايه أنا هذا أنا ما في غير كذا، لا يا عم ازرع كذا وكذا، أنا ما فهمش, في وك... فهمش غير فيه، لا هنبعت لك مرشدين وتعمل كده. أنا بكلم حضرتك على التصور الأمثل للسياسة الزراعية اللي ممكن من خلالها نعمل طفرة في ملف الزراعة. ما هو حضرتك عشان نعمل طفرة مم. لازم التوعية، التامين حضرتك أشرت طبعا أنا بقول لحضرتك بقى إلى جانب الإرشاد هل السياسة دي لابد أن تعنى أو تهتم بتحديد محاصيل بعينها تزرع في محافظات دون غيرها ولا بدائل بدائل اه أه طبعًا. <applause> وقسم بقى ما هي هز... يعني هز... هز... هي سبيل للدوره الزراعيه كان في زمان <applause> عندنا حاجه اسمها دوره زراعيه <applause> دوره زراعيه يعني ايه النهارده يا جماعه عشان الارض ما توجهتش انا هزرع ذره وبعد الذره مثلا هزرع فول وبعد كده هزرع قطن <applause> لان القطن بيجهد الارض فلازم ازرع مواد حاجات بقوليه إيه تعيد ال... انما لما الحيازات ابتدت تتكسر واللي عنده مثلا 10 فدادين ابتدى النهارده قراته وقراتين ومع المراس ومع الحاجات دي كلها الدوره الزراعيه ما بقتش تنفع <applause> هتعمل ايه يعني؟ وبعدين مع تعدي على الاراضي الزراعيه وفي حصل بنى ضاع موضوع الدوره الزراعيه م. انما النهارده النهارده انت عايز تعمل بدائل يعني تعمل دوره زراعيه منظمه مين اللي بيشرف على الدوره الزراعيه ديت هي الحكومه م. المتمثله في وزاره الزراعه والمتمثله في مين انا بعمل دوره زراعيه واقول للفلاح منك لنفسك ولا يبقى عندي جهاز ارشادي خدمي للفلاح بيتابعه لحظه بلحظه بس الدوره دي محتاجه مساحات شاسعه من الاراضي ولا برضه ولا بتنفع فيها برضو لا الصغير يعني هي طبعا لو مساحات شاسعه من الاراضي المرشد الزراعي اللي هيعدي على 50 فدان نفس المجهود اللي لو عدى على مثلا ثلاث أربع قراريط اه لو مساحات شاسعه هيبقى كويس يبقى افضل يبقى افضل اه. انما احنا النهارده سيف وات يو كان يعني يعني هو ده اللي هو ده المتاح اه. ازمه لازم تديرها صح اه. وتضع لهذه الازمه اسس لتوابع ازمات من المحتمل انك تقابلها امم اه. لان هي انا بقول لحضرتك في ازمات هتحصل مش على نطاق الزراعه، ليها توابع بعيد بس هتاثر لك في الزراعه. م. وكل ده القاده السياسيه واعضاء مجلس الشعب وفي الحجرات المغلقه يعود ده تماما. م. انما مش كل اللي تعرفه كقاده سياسيه تصدره للشعب. م. انا بقول يا جماعه لازم يبقى في حد زي سياده النائب مجدي ملك، مجدي ملك ولا آه, آه. اه يقول للناس بهذا الاسلوب الجميل بتاعه الراقي جدا للشعب يا جماعه احنا في كذا وكذا وكذا وكذا، عشان لما تحصل فيه ازمه ما يحصلش الناس تبتدي تلعن حظها وتعمل كذا وبعدين انت عارف الانسان لما بيبقى متوتر او تقع على دماغه طوبه بيبتدي يجيب الطوبه يديها في اي حد م. وده اللي بيحصل وفي الاخر يرجع يندم. انما عايزين الناس دايما تبقى معانا متعاطفه معانا ونقول يا جماعه احنا بنعملش عشان ضدك. احنا بنعمل ليك لان الوضع الحالي كذا 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 والوضع الحالي ده احنا اتحطينا فيه لان في قوه تانية اتحطت فيه كذا وفي بدائل احنا بندرسها احنا مش سايبينك زي ما طلع سياده الرئيس قال ما تخافوش كلمه ما تخافوش دي ريحت ناس كتير صحيح ما تخافوش ازاي وايه والناس ان بس الناس عندها ثقه فخلصت خلاص لما طلع وزير وقال والله يا جماعه المفاوضات فشلت الناس فشلت طب ازاي يعني أمال إيه ما تخافوش دي؟ فحصل لها قلق. فهي المسألة لازم الناس بأسلوب ما راقي تشيل معاك المسؤولية وتبقى معاك في المشكلة. عظيم. وتبقى واثقة إنك أنت بتدير الأزمة صح. بتدير الأزمة صح ويبقى هم بيدوروها معاك. تمام. انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور اجهدناك في على امتداد هذه النقاشات ده دا انا بيك والله يا استاذ اشكرك شكرا جزيلا يا فندم ودائما نلتقيك على كل خير دكتور خالد عياد الاستاذ بمركز البحوث الزراعيه شكرا جزيلا لك مشاهدينا الكرام في الختام اشكركم وغدا ان شاء الله حلقه جديده معكم مع الناس الى اللقاء